عليكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم في محاضرتنا رقم 170 في ساقية الصاوي. اليوم نحتفل بالمحاضرة رقم 170 محاضرة في ساقية الصاوي للشعب المصري. 170 محاضرة بنحاول فيها ان احنا نوصل المعلومة الموثقة. والحقيقة ابتدينا هنا في هذا المبنى التليد في عام 2006. نحن الآن بنودع 2019، كل عام وانتم بخير، فادعوا لنا نقدر نكمل ان شاء الله لغاية لما نحتفل جميعا بالـ200 ان شاء الله. وكما سئلت النهاردة الصبح، حضرتك بتقرأ في التاريخ، كنا على الهوا كده، فالأستاذة المحترمة بتسألني بتقولي انت بتقرأ في التاريخ بقالك قد ايه، او بتذاكر التاريخ بقالك قد ايه، او مهتم يعني. قلت لها تقريبا من الأسرة الـ18 انا بذاكر التاريخ، لكن في حقيقة الامر هي البداية كانت من قبل حتى الجامعة، ودي يمكن معلومة نقدر نقولها علشان اهالينا العظام وعلشان فتياتنا لما ان شاء الله ربنا يبارك لهم ويتزوجن، وهكذا الشباب عشان ولادكم ان شاء الله. انا وانا عندي 6 سنوات اهلي اخدوني اسوان، 6 سنوات، ما قالوش 6 سنوات حيبقى يفهم ايه ويعرف ايه ويعمل ايه. اقول لك وانا الان داخل على 35 سنة اهو، كويس عدوها. عايز اقول لحضرتك القميص اللي انا كنت لابسه في اسوان انا فاكره. فاوعك تستقل بحتة ايه، او تستقل بحتة البيبي مش هكذا او اللي مش هيفتكر، لا، وفاكر كويس قوي معابد فيلة وهي جزء كبير منها تحت المياه، ما كانتش لسه تم انقاذها، هي منقذة دلوقتي ومحطوطة على جزيرة إيجيليكية زي ما انتم كلكم عارفين. فالمنظر اهو وانا بكلمك انا شايفه، المية كانت مغطيها وانا في العربية فوق مع اهلي، وتحت كانت المية مغطية لارتفاع كبير في معابد فيلة اسوان العظيمة. فاكر الطاقية النوبي المزكرشة بالالوان اول واحدة اتحطت على راسي، فزرعوا جوايا حب الحضارة في الجنوب، فاصبحت الان محاضر في تاريخ النوبة في الجمعيات النوبية هنا وفي أسوان، في متحف أسوان عملنا محاضرة كانت هايلة، وحامل لواء حضارة وتاريخ النوبة، تخيل وانت 6 سنوات. فأوعك لما بقى عندي 11 سنة، كانت سنة 73، السنة العظيمة في تاريخ مصر الحديث، أخدوني عبرنا قناة السويس بعد وقف إطلاق النار، ووروني السويس، ووروني خط بار لف، اديني قلتها صح اهو عشان ما يطلعليش حد يقول لي بارليف، خلاص. وشفنا كتب الصهاينه وهي محروقه من الجنب ومرميه ما لحقوش ياخدوها، وشفنا طواقيهم مرميه على الارض وانا بكلمك وجسمي خلاص اهو هيخش في اشعر، وهفتكر نفس وافتكرت نفس المنظر والدبابه المضروبه ومدفع ابو جاموس المضروب اللي كانوا بيحتفلوا هم بيه، يطلع يضرب الباصين المصريين عرفوا بيفتح امتى وراحوا ضاربينه، وكانوا بيسمونه ابو جاموس عشان لما كانت البوابه بتطلع عشان يطلع يضرب كان بيعمل صوت زي الجاموس. فكعاده المصري الجميل العظيم لازم يدي نيك نيم للحاجه، وكانت عظيمه وراحوا ضاربينه صاروخ، فتلاقي المدفع بتاع الصهاينه عامل كده. كل هذه المناظر في راسي وانت عندك 11 سنه. عملوا ايه؟ 6 سنين زرعوا حضارة وتاريخ وحب للبلد وجذور، 11 سنة زرعوا وطنية وحب الانتصار، ومهمة بقى اللي جاية كمان ثقافة الانتصار، لان انت في حاجة تانية اسمها ثقافة الايه، الاحباط ومش عارف مين، وكل شوية نكسة وما نكسة. الامريكان عملوا مليارات من الهزيمة بتاعتهم، الامريكان ما كسبوش معركة برا امريكا، الامريكان لم يفوزوا في معركة حربية خارج الولايات المتحدة. بيعملوا افلام عاملة ازاي على فيتنام لغاية دلوقتي، بيعملوا مليارات عاملة ازاي، بل ان هم عملوا اكتر من مليار دولار مكسب من خيبة اسمها تايتانيك. ما هي تايتانيك دي خيبة التي لا تغرق، حتة تلجاية وقعتها. فدي كانت مقدمة مهمة علشان نبتدي النهاردة محاضرتنا مصر، سبب التفرد. ليه مصر؟ Why Egypt؟ اشمعنى يعني؟
عندنا حضارات تانية تعظيم سلام. اتفقنا في محاضراتنا اللي فاتت كلها ان احنا نحترم الحضارة الاخرى بلا حدود، طالما ايه؟ طالما علمتني حاجة مفيدة، صح؟ ولذلك هتلاقي في ناس مشهورة جدا في التاريخ ملهاش حضارة، ومشهورين جدا تعرفهم اكتر مني، اتعمل عليهم افلام، اتعمل عليهم كتب، فين حضارتهم بقى؟ افكرك كده بحاجة، كلنا عارفين الهكسوس، صح ولا مش صح؟ انا بقول لك مصر لماذا التفرد؟ الهكسوس اللي هما بالهيروغليفي حكا خاصوت. هو انت مش بتشوف الملك او بتعرف ان ملك مصر القديم كان بيبقى حاطط في ايديه صولجانين؟ للي شاف حلقة الصبح بتاعتي النهاردة بتاعت دي ام سي، منهم واحدة اللي هي زي المنشة اللي هي المذبة دي بالعربي كده، والتاني بيبقى عصا معقوفة كده، عارفينها دي؟ كلنا فاهمينها دي لما بنروح المتحف او بنزور التماثيل في الصعيد او في الاقصر او في حضارتنا، صح؟ تمام. اهي المذبة دي اللي عاملة زي المنشة دي اسمها بالهيروغليفي نخخ. اسمها ايه بالهيروغليفي يا عمو؟ نخخ. ادي اول كلمة هيروغليفي النهاردة درسها اهو، احنا ما عرفناش الاسم الجميل. محمد. الله الله الله، بارك الله يا عم محمد، احلى اسم في الدنيا ده، خد بالك احلى اسم في الدنيا ده. حلو كده الشباب، فنخخ. طيب والتانية حكا، حكم سلطة هيمنة. عشان كده الأقصر كان اسمها واسط، واس واسط، السلطة الهيمنة القوة، مدينة القوة اللي هي الأقصر دلوقتي. وتعرف ان في مكان في الصعيد العظيم اسمه واسطة، مش برضو منها؟ ده انا من واسطة. هنردها لك فين؟ الافراح. الراجل بيتكلم هيروغليفي دي. محمد العزم عالم المصريات الشهير، محمد العزم. وحكرر لك تاني انه الوحيد ما بين الميت مليون مصري اللي جبر بخاطري وجبر بخاطر الملكة اللي اسمها حتشبسوت دي ونطق اسمها صح، زي ما انا بحاول اعلمكم تنطقوا اسمها صح وبحاول اغيرها في المدارس، حتشبسوت وليس حتشبسوت زي ما كلنا بنقولها من غير الف كده. فاذا حات اي حضرتك كده في الحات، انت في المقدمة هيروغليفي، محمد كده في الحات هيروغليفي، حاتشبس هي التي في مقدمة السيدات الشريفة، هي التي في مقدمة السيدات النبيلات، هي التي في مقدمة. فسيادتك لما تقولي حتشبسوت كده وتروح مجريها وتشيل الالف منها، شلت منها ايه؟ المقدمة. تزعل منك قوي، ودي بالذات زعلها وحش. اسمع كلامي، دي حكمت من 18 ل 22 سنة، دي ست قادرة، دي قادرة، وما كانش العرش بتاعها، دي حرمية عرش. المهم لماذا التفرد؟ التفرد لان انا لما اقول لك الهكسوس هقول لك وامتى اخر مرة حضرتك زرت معبد للهكسوس بنوه عشان طقس ديني مثلا، وامتى اخر مرة شفت مسلة طولها فوق العشرين متر منحوط عليها كده كلمات هكسوسية او رموز هكسوسية؟ امتى يعني؟ فكرت معايا القصة متجهة لايه؟ فانت شوف عارف عن الهكسوس وكل شوية تقول وبتستخدمها في اللفظ بتاعك والشارع المصري الجميل، يقول لك يا عم الهكسوس هجموا عليا وبتاع، حتى في هزارنا، حتى في هزارنا وحتى في الكوميكس، ايه الهكسوس دخل الهكسوس طلع كده. ومع هذا تبص تلاقي كتاب للتعليم كاتب لك للاسف السنه دي 2019 وقمنا اتكلمنا وبعتنا ووزاره التعليم ردت، مش متشكرين ان هم ردوا علينا في الاعلام. لما طلعت قلت لهم في كتاب كان اولى ثانوي لما كتبوا والهكسوس احتلوا مصر. افوتها عم محمد؟ ما بعرفش افوت النملة عم محمد. كويس كده. ايه بقى؟ احتلوا شمال مصر، المنيا كده قبل المنيا بشوية بس كده، حدش عارف يعدي بقى. بس انت كده دخلت على الصعيدة يا جميل، ما بيهزا تعالى لي بقى عجلة حربية حصان تعمل لي نووي،
هنطلع عليك هنخلص. وفعلا ما تلاقيش في اعداء كتير على مدار تاريخنا عدوا اسيوط، لان سوت بالهيروغليفي الحاميه، حاجه عجيبه، شوف الاسم سوت الحاميه، وكانه بيقول لك كده، بيقول لك مش هتعرف تعدي. وفعلا ما حدش عرف يعدي، وفعلا ما حدش عرف يعدي، حاجه عجيبه. قنا، لما تيجي تبص في الخريطه في قنا يا فندم هتلاقي الجبال ونهر النيل في قنا عامل كده صح؟ ما انت وانت بترسم الخريطه زمان في حصه الجغرافيا تيجي عندها تروح عامل بومبي كده صح؟ عامل زي يو تيرن، عامل يو كده صح؟ ايه دي؟ قال لك الحاضنه، وكان نهر النيل يعني. تقرا في الهيروغليفي قني الشجاع، قن قن قنن شجاع، الملك اللي حارب الحكاخسوت الهكسوس، سقنن راع طعاه الثاني اللي هو قتل في حروب الهكسوس، واطلق عليه واحد اجنبي في كتابه ذا مارتر الشهيد. الشهيد الاجنبي سمى الملك بتاعك اللي مات وقتل في حروب الهكسوس الشهيد، قبل ما تستخدم، احنا ما نستخدم لفظ الشهيد في الايه الاديان. ده الاجنبي من وجهه نظره، قالك ده مات لصالح البلد ودمه نزل على على الارض بتاعت وروت التراب بتاعت مصر. تيجي تفكري فيها كده يا فندم، الراجل ده لو ما كانش حارب هو وابنه وابنه وكاموس واحمس اللي هو الاولاد وكمان مراته العظيمه الملكه حتب الجميله ديت، واخد بال حضرتك، كان زمانك دلوقتي انا قاعد بحضر لك هكسوسي. نفس الحكايه في ابطالنا في العشاء من رمضان 6 اكتوبر. هؤلاء الابطال لولا هذا الانجاز كان ايه الاخبار؟ كنا زماننا ماشيين في الشارع بنتكلم ايه دلوقتي؟ ده بس الحته دي، لان انا في 2019 كنت قاعد مع احد ابطالنا العظام وحكى لي على وحكى قصه مش عايز اقول لك في التعامل يعني. مش كده خالص، مش كده خالص يا جماعه، ابطال ابطال عظام. ماشي الكلام يا شباب؟ لماذا التفرد؟ التفرد ان انت لغايه دلوقتي ولغايه السنه دي من كام اسبوع انا عامل محاضره عامل فيها توامه ما بين معركه مجدو بقياده جحيتمس الثالث اللي احنا مصرين خطا ان نسميه تحتمس الثالث، واخد بالك، وما بين 6 اكتوبر العاشر من رمضان. توامه، مش في حاجات شبه بقى، توامه. ازاي انت كنت بتحارب هنا تحالف، ازاي انت كنت هنا بتحارب تحالف، ازاي هنا طلعت تحارب بره تعمل، اصل خد بالك مجدو دي اللي هي اشهر معركه، عايز دي اشهر من قادش، دي اشهر من قادش، لان قادش انت ما كسبتهاش كلها، قادش انتهى التعادل بين رمسيس الثاني وبين الحيثيين، انما مجدو دي انت بتحارب 330 امير كل واحد فيهم جايب الفايلق بتاعه، فانت طالع في فلسطين تحارب تعمل ايه؟ اللي انت بتسميه دلوقتي الضربات الاستباقيه، لانه واقفين لك فوق خلاص بيحضروا نفسهم جايين، رحت انت واخد ال 20,000 بطل بتوعك من الجندي من الجيش المصري ورحت طالع لهم فوق وداخل على حته في منتهى الصعوبه، منتهى الصعوبه. ممر عرونه اللي عدى فيه ده، ده ممر ما يمشيش فيه عجلات حربيه ولا حصنه ولا جنود، رجلك هتعور في ارض غير ممهده. فقواد الجيش بتوع جحيتمس الثالث يقولوا له طب تعالى نعدي نخش الممر الكويس، الطريق الكويس يعني اللي هو هنمشي فيه عادي يعني. هم كانوا ثلاث طرق، اثنين عاديين وواحد في وعر. فقال له هنخش في الوعر، مش هيبقوا مستنيننا من هنا، هم هيبقوا مستنيننا من الحته السهله. ايوه يا عم، بس احنا معانا عجلات حربيه هتتكسر من اول خمس دقائق، فكوا العجلات الحربيه وهنشيلها. الجيش المصري فك الدبابات، هو العجلات الحربيه دي ايه؟ ما دي الدبابات، ما دي كانت المجنزر والنصف مجنزر اياميها، صح ولا مش صح؟ فكوا دبابات يعني شبه الدبابات قصدي يعني، حطوها على اكتافهم ومشيوا بيها في ممر ضيق، لدرجه ان واحد من الابطال بتوعه بيقول له ايه في النص؟ في النص، اصل خد بالك معركه مجدو مش بس انتصار عظيم، معركه مجدو هي اول معركه عسكريه في تاريخ العالم يتم شرحها بالتفصيل، يتم شرحها بالتفصيل، والدوكيمنت يفضل مستني، والوثيقة موجودة وترجمت من الهيروغليفي بالاسم. لماذا التفرد؟
يا راجل ده انت لغايه دلوقتي لسه بتتخانق اذا كان هتلر عمل حاجه صح ولا موسوليني عمل مش عارف مين غلط ومين اللي هجم الاول ومين معركه ووترلو ومين خان ايه وبتاع لغايه دلوقتي وانت من اول امبارح. لا ده انا بكلمك على 3000 سنوي 3000 سنوي الراجل جايب لك اسماء الممرات بالاسم. وبعدين تكتشف ان حكايه ان هو راح داخل في عارونه ده وعمل الحركه الخادعه دي فدخل وبعد كده وجريوا بتوع اتهزموا في الاول فجريوا دخلوا عايزين ينطوا جوه الايه القلعه بتاعتهم بقى علشان حصينه بقى بيهربوا من جيش مصر الاعداء هرب 300 تحالف من 330 امير اسيوي صعبه مش بتتكلم على بلدين ولا تحالفين ولا ثلاثه بتتكلم على 330. لماذا التفرد؟ فادي عبقرية عسكرية على أعلى مستوى. فأقدم معركة يتم شرحها بالتفصيل لماذا التفرد؟ الضربات الاستباقية في أوج مشاهدها طلعت فوق لغاية أرض كنعان ما كانتش لسه اتسمت فلسطين لكن هي في فلسطين مجده مكان في فلسطين الآن يعني لكن وقتها لسه ما كانش اسمه فلسطين ما كانش لسه اسمها فلسطين كانش التسمية اتخذت لسه زي مثلا ما هي عين جالوت برضو في فلسطين بس فلسطين كانت اتسمت بقى خلاص عين جالوت معركة برضو الجيش المصري خلاص. لماذا التفرد؟ لأن معركة عين جالوت أقول وسوف أقول وسوف أترك هذه الحياة وأنا قائلا الآتي أنه لو هذه المعركة كانت انتهت بفوز التتار لتغيرت الجغرافيا قبل أن يتغير التاريخ. فكر معايا لو كانوا التتار غلبوا في عين جالوت كان عندهم طريقين هيطلعوا لأوروبا يخلصوا فما فيش بقى حضارة أوروبية بقى ولا يحزنون بعد كده خلاص اليونان بقى والرومان ومش عارفين خلص خلاص وعندك هنا هيروح داخل شمال نازل على سيناء ومن سيناء على مصر وخلص ادي الحضارتين الكبار اللي كانوا ايه الاصل الجذر واللي اتعلموا منه. وبتتكلم على التتار مش بتتكلم على ناس جايه من حته ضعيفه بتتكلم على اهم دول كانوا قبل ما يخشوا الاسلام كان شكلهم عامل ازاي برضو بلا حضاره برضو ناس انت عارفهم كويس وحافظ الاسم كويس خلاص لكن قول لي بقى على حضارتهم فين لما دخلوا الاسلام بقى وارتقوا شوف بقى الحضاره بقى بتاعت المغول عامله ازاي موال تروح تشوف بقى الاثار المغوليه الاسلاميه حاجه مبهره. طيب ليه يا بسام احنا تفردنا؟ فاللي يقول لك العلم واللي يقول لك الديديكيشن التكريس ان انت تبقى مكرس نفسك ان انت تنجح ثقافة الانتصار دي ثقافة النجاح لن ترضى الا بالنجاح ايه هيقولك لن ترضى النجاح بديلة هو ده هو نمرة واحد وهيقعد طول عمره واحد وانا مش هنزل من نمرة واحد دي خالص خلاص. محمد اضاف الموقع دكتورنا العظيم بقى جمال حمدان واخد بالك ان انت زي ما انت قوة بحر انت كمان قوة بر وقوة نهر. بص ربنا سبحانه سبحانه وتعالى مديك ايه مديك بر ارض يعني وطبعا المكان في الوسط مش محتاجين طبعا انا اقول لكم بقى هو عامل ازاي في وسط الدنيا يعني خلاص وماسك بقى قاره هنا وماسك قاره هنا وسيناء مكان في قاره وانت في قاره والاثنين في بلد وسيناء ومصر ومصر سيناء الاثنين واحد كده ونهر ادي. عشان كده لما يجي حد لذيذ كده يسألك السؤال اللي هو المعتاد ده اللي احنا اتسألناه لما كنا بنشتغل كتير مع مثلا بتوع جنوب افريقيا كانوا مهتمين جدا بالاثار المصرية جدا ولما العملة بتاعتهم زادت في وقت من الاوقات بدأوا يسافروا مصر كتير بعدين جات العملة بتاعتهم وقعت لكن شفنا سياحة من جنوب افريقيا كتير قوي في وقت من الاوقات وانا شخصيا دعيت هناك ورحت وديت محاضرات لمدة اسبوع وتروح تشوف جامعة بريتوريا وتروح تشوف حب الناس لمصر وتقالت لي كده هناك على الهوى على الهوى في الراديو وان ايجيبت از اون ذا ريت لما مصر تجي في الراديو جنوب افريقيا بلد راديو مش بلد تلفزيون يعني جنوب افريقيا لما رحتها كانت قالوا لي كده قالوا لي احنا بلد راديو احنا بلد بتاعه راديو عندهم طبعا تلفزيون بس الناس بتحب الراديو خد بالك فقالت لي كده الجمله وانا على الهوى
قالوا لي كده، قالوا لي لما مصر بتيجي في الراديو people park، الناس بتركن. بص اللفظ، الناس عربياتها لو انت سايق يروح راكن عشان يعرف يركز في الكلام اللي هيتقال عن مصر. ربك بقى سبحانه وتعالى حاطط حب سبحان الله للبلد دي في قلوب الناس. ففي حد هيقول لك الموقع، حد تاني هيقول لك التكريس زي ما اتفقنا الشغل، حد هيقول لك الابتكار والاختراع، عملوا حاجات ما كانتش موجوده اخدوها بعد كده منهم اليونان، وبعد كده المسلمين اتعلموا من اليونان وصلحوهم زي الحسن المهيثم لما صلح لعمليه النظر، ان هل لما احنا بنبص على حاجه الحاجه دي بتطلع ضوء اشوف بيه، ولا انا اللي عينيا بتبعت اشعاع علشان اعرف ان ده كرسي بلون كذا. وراح مصلح اليونان في القصه دي، فراح واخد المعلومه صلحها اضاف شكرا الف الف شكر، عمل الحضاره بتاعته على اعلى مستوى. وانا هقول لك طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى اولا، ثم الانسان في مصر القديمه. ودي حته يا جماعه احنا ما بندوسش عليها كتير في تعليمنا لولادنا والاجيالنا. لو تلاحظوا انا في السنين اللي فاتت بدات اكلمكم عن حاجه اسمها الشعب المصري القديم، وبدات اعرفكم على شخصيات من الشعب، مثلا يا احمس ابن ابانه قائد عسكري على اعلى مستوى في حروب الهكسوس، وقصه البايوجرافي قصه حياته سي في كاملا منحوت في مقبرته كاملا. عايز تعرف تعمل سي في تروح تدفع قد كده في المكتب عشان يعمل لك سي في؟ لا، روح لأحمس ابن إبان، نزل له في الصعيد روح مقبرته. فتقول لي أحمس يا أحمس ابن إبان ده أحمس اللي احنا عارفينه ده؟ هقول لك لا، يا أحمس ده الملك اللي قاد الجيش واللي قاد مصر، لكن ده في شخصية تانية اسمها أحمس ابن إبانة، ده كان قائد جوه الجيش. ما هو واضح ان أحمس كان اسم زي دلوقتي اسم زي مثلا أحمد زي محمد، يعني من الأسماء اللي هي المشهورة وقتها. وفي أحمس ابن نخبت برضو قائد رهيب راخر رهيب يا جماعة، ده لو واحد من دول يتعمل عليه فيلم فيلم يا جدعان. هم دول اللي نمبر وان بجد، هم دول اللي نمبر وان بجد، شخصيات مش عارفينها. وبالمناسبة لو انت ركزت في عبقرية الشعب المصري القديم، ده هيلغي اي محاولات من اي حتة انه يقولك انت حضارة ملوك وملكات بس ولا ايه حكايتك. انت كل ما تيجي تكلمني عن مصر القديمة تقولي توت عنخ آمن، تقولي رمسيس الثاني، تقول ما انا هقولك دول برضو، ما هم دول برضو مهمين، ما هم بشر، ما هم من الشعب. ما رمسيس ده جاي منين؟ اكيد ده مش جاي من كائنات فضائية، اكيد ده بني ادم، صح ولا مش صح؟ فانا هقول لك على دول، ونفرتقيتي جميله وعينيها حلوه ورقبتها رفيعه انا بقى مش عايز اختزل حضارتي في كده، انا مش عايز اختزل حضاره المراه في مصر القديمه في واحده رقبتها رفيعه فعشان كده هي حلوه وكيوت ولذيذه. كيوت ولذيذه دي حاجه حلوه ليكي انت، ست حلوه شايفه نفسك حلوه، دي بتاعتك انت ليش دعوه. انا عايز اعرف انت بقى اديتي ايه في التاريخ، ايه الكلام اللي من 3000 4000 سنه انت عملتيه انا النهارده بس انا واقف في 2019 مستفيد بيه في بلدي. لكن لما اقول لك بساشت عملت ايه، هنا تفرد. اول طبيبه في تاريخ العالم، وفي كلام ان في واحده قبليها بالمناسبه حته جديده كده، بس خلينا في ساشت عشان هي المظبوطه. واحده من 4000 سنه وي ليها اثر واحد في سقاره، وهي ليست طبيبه عاديه، دي طبيبه عظيمه والمشرفه على الطبيبات، المشرفه على الطبيبات، دي مقربه على وزاره الصحه من 4000 سنه وي. انت لحد ال 1900 اوائل ال 1900 الانجليز كانوا بيبيعوا ستاتهم ازواج، الازواج دي اتقالت لي في بريطانيا من الانجليز، قالوها لي. احنا كنا اتقال لي كده هناك، احنا بنبيع، كنا بنبيع مراتاتنا، بنبيع مراتاتنا بالفلوس بالشيلينز، هي كان العمله كده شيلين، خلاص اللي انت خدتها بقى وبقت شيلين دي، واخد بالك؟ فالشيلينج ده كنت تروح واحد ماشي مع مراته في الشارع، مراتك ممكن اشتري عجبته، ممكن اشتري مراتك بكام؟ 5 شيلين اتفضل. ده الاول القرن العشرين، اتكلم على حقوق المراه، تعالى ما اكلمك على حقوق المراه يا جميل. ان انا من 4000 سنه ونص كنت حاطط واحده خلاص دي واصله لوزيره الصحه. دي واصله لوزيره الصحه دي خلاص. وبعدين خد بالك لو انت دكتوره، لو انت دكتوره وعظيمه اتعلمت الطب فين؟
اتعلمت الطب فين؟ ما انت لازم تبقى اعمق من كده كمان. يبقى كان في حته راحتها بسيشت هي وزملاتها الشله راحت تحضر في حته تتعلم فيها طب. ايه كليه طب نسائيه دي ولا ايه الحكايه؟ ادي التاريخ. لما اقول لك سبك نفرو حكمت تقولي مين سبك نفرو؟ اهو ملكه يا سيدي، عشان ما نقولش مش عايزين نجيب ملكات، ادي ملكه اهي، اهي دي ملكه من الست ملكات اللي حكمنا في مصر، ست ملكات احنا ماسكين في حتشبسوت الوحيده اللي سرقت العرش. يا سيدي الثانيه كانت الظروف صعبه في الخمسه التانيين، ما بقولكش لا، ما فيش راجل في الاسره فبتبقى الست هي اللي بتحكم، يعني لها ظروفها، وكان في بعض القلاقل في بعض الاحيان. تغسر دي لما حكمت في وقت مصر كان في قلاقل سياسيه جامده من الاف السنين، فبرضه ما كانوش جايين في اوقات سهله. لكن انت بتتكلم بقى في حاجات ايه السيدات دول؟ عايزين نعرفهم، عايزين نعرف اكتر منهم. انا فاكر النهارده الاستاذه المحترمه الحقيقه حلقه كانت في منتهى الروعه، طالع منها ياه مبسوط، الواحد يطلع ساعات من حلقات مبسوط. الاستاذه اللي قاعده قدامك المذيعه رقي ثقافي، بتقول يعني وجه كلمه لخوفه، وجه بتقول لي وجه كلمه لخوفه، فبقول حاجه عن قلت لها حني بان انا هقول لعلمائنا الاجلاء خوفه لسه ادرسوا لنا خوفه يا جدعان. قلت لها ده انا كتبت موسوعه 700 وي صفحه طلعت السنه دي اسمها موسوعه البسام، كنت بكلمها يعني على 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 كتب ليا وبتاع، بقول لها لما جيت اكتب الكلمه اللي انا قلتها بقى، لما جيت اكتب كتاب عن توت عنخ ايمن اللي كلكم تعرفوه وجد صعوبه. بصي بقى الراجل اللي انت لقيتي في مقبرته 5398 قطعه اثار، 5398 قطعه اثار، في واحده من طب خمس اصغر مقابر في وادي الملوك اصغر. اما حتشبسوت 214 ونصف متر في الجبل دي كان فيها كام قطعه؟ لما واحده من الصغريات اللي في وادي الملوك كان فيها 5398 قطعه، اما حتشبسوت 18 ل 22 سنه حكم كمان مش 10 سنين زي الثاني زي توت عنخ ايمن كان فيها كام قطعه دي؟ لما لغايه السنه دي والسنه اللي فاتت تكتشف ان في فجوه كبيره ضخمه في هرم خوفو لغايه دلوقتي الناس مش عارفه كان بتاعت ايه؟ خوفو لسه بيعبر عن اسراره بالنسبه لنا. وانا لما اطلعت في البي بي سي قلت ربنا كده اكرمني ولاحظت ان الفجوه لا لها ممر داخل ولا ليها ممر طالع. الاوضه دي ما تتدخلش، الاوضه دي مفروض ما تتدخلش. ايه ليه فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ محدش عارف لسه غامضه. الاشعه توري لك ان في فجوه بس ما تقولكش ايه في ايه جوه الفجوه، لسه بقى العلم ما وصلش لدي لسه. لماذا التفرد؟ الشخصية المصرية القديمة. طيب هل على الناحية العلمية بس؟ لا، ده انت على الناحية الإنسانية كمان. تعال نقرأ مع بعض، بس قبل ما نقرأ عايز كعادتنا كده لما بتبقى في حاجة كده إيجابية، وإحنا ما أحوجنا إن إحنا كل شوية إيه نظهر الإيجابيات كده علشان إيه نتفائل كده ونطلع كده من المود اللي موجود على الفيسبوك اليومين اللي فاتوا دول. طبعا كلنا حاسين المود اللي على الفيسبوك اليومين اللي فات، وطبعا لأسباب واضحة يعني بالنسبة لموضوع يعني الأستاذ اللي هو قرر إن هو يتخلص من حياته وكده، فتجد الناس حزينة حزينة حزينة، يعني نطلب له الرحمة رحمة الله عليهم جميعا يعني. لكن في نفس الوقت على الخط الآخر بقى على الصور في حاجات إيجابيات عظيمة جدا. أهو قبل ما أخش المحاضرة النهاردة بثواني حد عبقري جه حط في ايدي حاجة عبقرية، وهعرفكم دلوقتي على الحاجة العبقرية لمدة دقيقتين ثلاثة، هو ذات نفسه هذا العبقري هيشرحها لكم. حلم انا شخصيا كنت من الحالمين بيه من سنين، ده هو بقى عامله وعامله بتطوير ما يعرفش عن حاجتي، لكن ده عامله بتطوير تحفة. هعرفكم على الأستاذ طارق الشناوي، وفي خلال دقيقتين ثلاثة كده
هيشرح لنا ايه اللي عمل. استاذ طارق لو تسمح ربنا بارك لك. احنا حبيب قلبي تفضل. تفضل اهلا بيك. عرف نفسك تفضل. اهلا وسهلا بيك. وانا اسمي طارق الشناوي. يعني كنت حاولت ان انا اعمل ماجستير في معهد الطفوله في جامعه عين شمس لان عندي فكره جديده. كنت بحاول بقدر الامكان انا الاطفال المكفوفين في مشكله عندهم طبعا بفقدان او حرمانهم من الصوره اللي دايما احنا بنبحث عنها. دايما معتمدين على الوصف الاخر للصوره واي شيء بقى سواء في مجلف في كتاب في اي مكان اخر بتبقى الصوره مش موجوده بالنسبه لنا. دايما هو الوصف هو اللي معتمدين عليه. فكانت الفكره يا مؤديها ان احاول بقدر الامكان ان في داخل المجله احاول اوصل الصوره للاطفال المكفوفين انها تبقى موجوده بشكل ملموس بحيث ان هم يقدروا ينموا حاسه اللمس عندهم وحاسه والتخيل. فعملت لهم حاجة مثلا اسمها مصر الفرعونية باللمس. المجلة دي فيها سواء الأهرامات اللي هي الأهرامات الثلاثة أو الهرم الكبير أو أبو الهول الأشكال اللي هي المختلفة اللي هو طبعا لو راح المكان نفسه عمره ما هيقدر ان هو يلمسها بإيديه. فيقدر من خلال وجودها في مجلة زي كده ان هو يلمسها ويتعرف عليها ويتخيلها ويستمتع بيها ويستفيد منها. بالإضافة للمجلة بشكل عام زي مثلا المجلة اسمها ملامح ملموسة. المجلة دي بحاول بقدر الامكان برضو ان يبقى فيها تنوع ما بين القصة والمعلومة والفزورة وغيرها من الأشكال اللي هي المختلفة بحيث ان احنا في النهاية برضو يبقى عنده حب الاطلاع والقراءة وان هو يلاقي حاجة فيها نوع من انواع الجذب والتشويق فيبدأ يقراها. فمثلا دي قصة اسمها السلحفاة المتمردة. موجود صورة السلحفاة مع القصة بيقدر يقراها ويستمتع بيها. وحاولنا احنا نعمل دوت. احنا يمكن بدأنا من 2016 وبدأنا يعني نهدي الأطفال المكفوفين بشكل مجاني. المجلة دي داخل مدارسهم اللي هي الخاصة بالمكفوفين سواء وعلى مستوى الجمعيات أو المؤسسات المختلفة. هي فكرة حاولت أحولها بدل ما تبقى مجرد رسالة تتحط على أرفف المكتبات أحولها الواقع يصل إلى إيدين الأطفال المكفوفين. شكرا لحضرتك. يعني شكرا لحضرتك. شكرا. يعني مهما جبنا يعني قواميس يعني قواميس الشكر كلها مش هنعرف نشكرك استاذ شناوي. لكن ان شاء الله باذن الله هنحاول. هو طبعا يعني الحاجه دي وصلت للمسؤولين بطريقه ما. هو الحمد لله ربنا اكرمه قدر يوصلها. بس ان شاء الله انا اتفقت معاه في اول لحظه كده لما شفت الشغل الحلو الجميل ده ان ان شاء الله النهارده على طول باذن الله. الدكتوره مشكوره سجلت الفيديو وان شاء الله المعلومه مع بعض الصور هنعيد بعتها عن طريق الاعلام اللي انا ربنا بيكرمني وبطلع فيه. وده الاعلام ده يعني الحمد لله بيثق فيا. فالمعدين رؤساء التحرير المواقع الاخباريه ايضا التلفزيون والراديو والانترنت. وهنعمل حمله. انا هبتدي ان شاء الله هندشن حمله النهارده باذن الله عندي على الواتساب وعلى الفيسبوك ان شاء الله في فكره ان احنا اعلاميين عايزين نوصل بالفكر ده. علشان هي القصه في الاخر خالص الحاجات دي عشان برضو الناس اللي مش واخده بالها من الورق بتاع بريل والحاجات دي. الحاجات دي مكلفه جدا يا جماعه. انا دخلت في القصه دي كده من كام سنه وعرفت ان الورق بتاع بريل او بتاع برايل زي ما احنا بنسميه هنا اهو غالي جدا. صح كده يا استاذ شناوي؟ صح. انا بتكلم مظبوط صح؟ يعني من النوع اللي هو والاله ذات نفسها الكاتبه اللي بتكتب بريل يعني اللي بتكتب هذه الثقوب او هذه البروزات اللي بيقدر يستطيع فيها السيد المكفوف ان هو يحط ايده ويقرا المعلومات اللي موجوده. الحقيقه الموضوع ده مع الاستاذ شناوي من سنين بيحاول وانا شايف كل ما يعني كل ما بقابله بيوريني تطور في الموضوع ده. فالرجل لا يهدأ ولا يكل ولا يمل. السر في ايه؟ السر في الشخصيه المصريه اهو. يعني راجل جاي من 4000 سنه. معلش هنكبرك شويه بس من 4000 سنه يعني انت معايا من الاسره ال 18.
طيب يا استاذ شناوي احنا نامل الشكر لحبيبي شكر لحضرتك فوق دماغنا من فوق ومعلوماتك. ولو اي حد من اللي موجودين يقدر يشير هذا الفيديو او يعرف اي نوع، لان احنا في الاخر خالص عايزين منظمه كبيره او حد ياخد الحاجات دي، لان السبونسر شيب مهم دي بقى بالذات في دي بالذات، لان ده مفيش حد هيعرف يعمله لوحده. احنا وفي صفحه باسم المجله اسمه ايه يا فندم؟ ملامح ملموسة. تمام، ادي الصفحه يا جماعه ملامح ملموسة اللي عايز يخش. طيب معلش سؤال بسيط، احنا 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 كم مكفوف في مصر يا استاذ شناوي تقريبا ولا مفيش احصائيه؟ مفيش احصاء ثابت بس يعني ما بيقلش عن 2 مليون يعني. طيب يعني بنتكلم على الاستفاده، انا بس بسال على العدد عشان الاستفاده، يعني نشوف كم حد هيستفيد لو الحاجه دي اصبحت في متناول في متناول الجميع. ربنا يبارك لك يا استاذ شناوي مره ثانيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا والله. ميرسي. نشكر الدكتورة عولة طبعا انها صورت الشرح، ان شاء الله هتبعتهولي على طول وهنبدا نشيره، وانتوا كلكم عليك بعتوا خلاص ان شاء الله. طيب احنا كنا بنتكلم مع الاستاذ شناوي على العبقريه بتاعه الشخصيه المصريه. تعالى كعادتنا معانا نصوص عشان برضه نبقى ما بنتكلمش كلام كده حماسي، ونشوف النص بيقول ايه. بالنسبه احنا اتفقنا على الانسانيه، بنتكلم على هل الحضاره دي حضاره تماثيل ومعابد ومسلات واهرامات بس، ولا كان في ناحيه انسانيه للحضاره دي؟ فاكيد طبعا كان في ناحيه انسانيه، دول بشر. يعني هل عندنا اثباتات للناحيه دي؟ ما هو انت بتتكلم على الهرم تحفه، لكن انا كمان عايزك تتكلم على انا كنت بتعامل معاك ازاي زمان من 3 4000 سنه. فتجدي نص في راجل ملك، طبعا كلكم تسمعوا عن الملك سنوسرة الاول، خلاص اللي احنا طبعا بنسميه سنوسرت، ماشي الاثنين صح ما عنديش مشكله. سنوسرة الاول بتتكلم في 1900 قبل الميلاد، يعني عشان نسهلها لكم 4000 سنه الا. عايزك بس وانا بقرا لك النص ده يا فندم فكر معايا، من 4000 سنة إلا 3900 مثلا وحاجة، العالم كانوا فين؟ واللي عايز يكتب سنوسرة الأول خبر كراع، أدي الاسم أهو خبر كراع 1965 ل 1920 قبل الميلاد، حكم كم سنة؟ عايز تركيزوز، نقول تاني 1965 ل 1920 اشكرك 45 سنة. ليه؟ لان احنا اتفقنا في قبل الميلاد ان احنا ايه؟ العكس، مش بنطلع زي بعد الميلاد، يعني السنة الجاية ما تبقاش ايه 2020 تبقى 2000 وايه وايه وطبعاً ارجع يعني كده. طيب اذا سنوسرة الاول، بالمناسبة سنوسرة ده اسم من اسماء اربع ملوك، يعني ده من الاسماء المكرره زي امنمحات الاول امنمحات الثانيه امنمحات كده، رمسيس الاول رمسيس كده، يعني مثلا كان في 11 حاكم اسمه رمسيس يعني سمى نفسه رمسيس، يعني كان اسمه رمسيس ده ال 11 حاكم مصري، مش بقى رمسيس الثاني بس اللي احنا عارفينه، لا ده كانوا 11. طيب هو ثاني حاكم في الاسره ال 12 ده سنوسرة الاول بنتكلم عليه. في وقت سنوسرة الاول ده في وقته وقت حكمه في عمدة مكان محافظ عايز تسميه، تعرف الأجانب يسموه مير ويسموه جوفرنر، خلاص فإما محافظ إما عمدة الاتنين مظبوطين، كان اسمه إمنمحات، مش إمنمحات الملك، إمنمحات العمدة، ماشي الكلام. وإمنمحات العمدة ده كان عمدة إقليم الوعل. أولا يعني وعل نوع من الغزلان مثلا كمش. انت بتقول نوع من انواع الكباش، طيب يعني ايه اقليم الوعل؟ ايوه بالارض بالقرون بتاع. طيب يعني ايه اقليم الوعل؟ في مصر القديمه البلد كانت مقسمه الاقاليم زي دلوقتي كده، تشبه فكره المحافظات، ماشي، وكانوا 42 في كثير من الاحيان 42، وكانت الاقاليم دي كل اقليم لها اللوجو بتاعها، يعني انت اول ما اخترع فكره اللوجو لا العلم الاشاره اسكندريه الفنار القاهره مثلا مسجد محمد علي وكده، يعني اللي هي الحاجات الاشارات بتاعت المحافظات دي. فده كان اقليم الوعل. اقليم الوعل انت بتتكلم
ابن نمحات أصبح عمدة وحكم في إقليم الوعل لمدة 25 سنة. قعد عمدة 25 سنة للإقليم ده. طيب مقبرته في إقليم الوعل اللي انت دلوقتي حضرتك بتحب تسميها بني حسن في المنيا. للي ما زارش بني حسن يا جماعة، مركب سياحية بتركن، بننزل كنا نطلع سلالم في جبل مش صعب قوي، تطلع فوق تلاقي 39 مقبرة في صف واحد منحوتين جوه الجبل، منهم كانوا 4 مقابر مفتوحة. كنا نزور مع السياح 3 مقابر وساعات 4، الناس تحب تزور 4 زور. من ضمن المقابر دي مقابر لقوا جواها أكبر مناظر ملونة عبقرية للمصارعة، رياضة المصارعة، مصارعة مصارعة زي ما انت عارف مصارعة ده. فطلعت انا فاكر من كام سنة وطلبت، كنا في قناة النيل الرياضية حاجة كده، قناة النيل الرياضة، قلت لهم انا عايز اغير، نطالب مصر تطالب في الاولمبيات ان نغير حكاية المصارعة الرومانية دي، لان كنا احنا لعبنا مصارعة على الاقل في اقليم الوعل على الاقل في 1900 قبل ال 4000 سنة، الا روما ما كانتش لسه اتسمت روما اصلا، يعني ما كانش لسه في مدينة اتسمى روما. طيب في مقبرة 2 بتاعت ابن نمحات في وسط النص بتاعه وزارة الاثار ترجمت اللي انا هقوله لكم دلوقتي ده، يعني اللي انا هقراه لحضراتكم ده دي ترجمة وزارة الاثار المصرية الرسمية، ما فيهاش اي تاتش من التاتشات الحلوة اللي على الفيسبوك، ما فيهاش اي جزء من العلم اللي انا اخترعته لكم وقلت لكم فيه على الفيسبوك في علم شغال السنة دي وكان شغال قبل كده بس زاد قوي السنة دي، اسمه علم الهابدولوجي، في ايجيبتولوجي وفي هابدولوجي، واخد بالك؟ علم الهابدولوجي يا زعيم زاد بشكل بقى يعني خطر خطر. ليه؟ طب ما هو الهابدولوجي شغال بقى له مليون سنة. اقول لك لا، خطورته السنة دي يا فندم في 2019 ان انا رصدت علماء، يا اخي انا كنت وما زلت حاططهم فوق راسي، انتوا عارفين ان انا ما بعديش النملة، فلما اجي اقول لك انا بكلمك على عالم يعني انا قصدي انه عالم، مش حد اللقب ده لحد كده زي ما انت فاهم، انا من النوع اللي يعني محسوك قوي عشان اقول عليك عالم، انا بقعد امسكك يعني، ومع هذا انا ما زلت محتفظ بيهم برضو كعلماء لغايه لما يا اما يتوبوا يا اما يرجعوا. تجد يا خبر ابيض، عالم تقيل، يقول لك في لمبه اخترعوها في دندق، يا راجل انت بتقرا على النت يا راجل، لمبه انت ما نميت مره يا ابني، حذرتك من خطوره ده، ما تفرحش قوي، ما تخليش حد يداعب جواك، انت اللي اخترعت الطياره الاباتشي. الكلام ده موجود يا فندم وناس عماله تشيره، وانا طلعت قلت لهم انا عايز اعرف مين الدكتور منقول ده، في دكتور على النت اسمه منقول تلاقيه في اخر المعلومات يقول لك منقول، نفسي اقابله، بس وقتها بقى هقول لكم كلكم تسيبوا القاعه دي وانا وهو لوحدينا عشان هتشوفوا هيحصل فيه ايه. هنرجع في بني حسن في اقليم الوعد وهستخدم اللي استخدموه اجدادنا. يا عم بوظت دماغ الشباب يا عم، ما نقول انت مفيش يا عم لا لمبه ولا في طياره اباتشي في مصر القديمه، والحضاره دي مش محتاجه ان انت اصلا تافور معاه، هي حضاره عظيمه بنفسها يا جدعان، عارف انت اللي هو ايه، دخلت عملت دقيقه باميه يا ابني تاكل صوابعك وراها، وبعدين وهي طالعه وسخونيه كده طالعه الدخان طالع منها كده الملهلب، وزوجها راجع من الشغل تعبان وطالع عينه ومستني جعان يا عيني، وتضرب في دماغها انها تمسك بتاعه الملح اللي قد كده دي اللي على بتاع اللون احمر دي معرفش اسمها ايه، وتروح تخ باظت الاكل. اهو انت عملت كده بالظبط. تعال نشوف عظمه التاتش الانساني بتاع مصر القديمه. بيقول ايه عمده اقليم الوعل؟ ليست هناك ابنة لمواطن
أسأت إليها. بص الجملة دي لوحديها عاملة دكتوراه. يعني حد عايز يعمل ماجستير تعالى يعمل ماجستير في الجملة دي. قال لك ليست هناك. ابتدى الأول بالنفي لأن هو عايز إيه؟ عايز ينفي عن نفسه المصيبة دي إن أنت تسيء. سباق إن مصيبة إن أنت تسيء لوحدك. تسيء لوحدك. مش هكلمك على التحرش، مش هكلمك على قلة الأدب، ده أنا بكلمك على إساءة. يعني ممكن تبقى حتى إساءة، ممكن تبقى إساءة لفظية. هو قال لك إساءة. ليست هناك ابنة لمواطن أسأت إليها. ما قالش ليست هناك سيدة أسأت إليها في دي، يعني في الجملة دي. ليست هناك فتاة أسأت إليها. قال إيه؟ قال وصفها إزاي؟ ابنة مواطن. كلمني بقى شوية عن المواطنة، وكلمني شوية بقى عن أنت بتحاول توصل لإيه دلوقتي، وجدك الكبير كان بيعمل إيه. آدي عبقرية جملة لوحديها جاية لك من 4000 إلا سنة. وليست هناك أرملة اضطهدتها. يبقى أول واحدة بنت مواطن، نمرة 2 أرملة. الشعور الراقي، الإحساس الراقي. وليس هناك فلاح أجير، وليس هناك مشرف على الأقنان. الأقنان دول كانوا شبه الناس اللي بتشتغل على الأرض عند الإقطاعين زمان، وما تلاقيش عندهم فلوس كتير وكده، وكانوا بيشتغلوا يعني شغلانة صعبة يعني. بل إن في بعض الأحيان ممكن كانوا يبقوا الأقنان دول نوع من أنواع العبيد. كلمة أقنان ذات نفسها باللغة العربية يعني في قاموس المعاني يعني. أخذت رجاله، ليس هناك مشرف، أخذت الرجال اللي بيشتغلهم عنده لأعمال السخرة. يعني أصلا لا العمال ولا العمال اللي مفروض كمان شغلانتهم ممكن تندرج تحت حتة العبودية أو حتة الشغل الصعب الجامد اللي ما بيدفعلوش يعني المبالغ الكبيرة، الاثنين ما استخدمتهمش للسخرة. كلمني بقى عن الصهاينة اللي كل شوية ينطولك يقول لك ضرب الكرابيج، وتطلع لك هوليود تعمل لك فيلم تان كوماندمنتس والوصايا العشرة. وفيلم الوصايا العشرة صعوبته في العالم ان هو للأسف نجح في انه يبقى مصدر. انا دي على الصفة الاجنبية، انا في واحدة اجنبية قالت لي كده، قالت لي بس ده ما مذكور في فيلم التان كوماندمنتس، اللي هو بتناقشني في حاجة في التاريخ يعني، فبتقولي ده مذكور في التان كوماندمنتس يا استاذ. بس والله فيلم الوصايا العشرة الشهير بتاع سيسل بي دي ميل، سيسل بي دي ميل من كتر ما هو قد ايه يعني عايز يوصل للعالم ان اليهود هم اللي بنوا الحضاره المصريه، عمل الفيلم ابيض واسود، ولما دخلت الالوان في السينما عادوا. ايه الاصرار؟ ايه الاصرار؟ وايه الفلوس؟ انت بتتكلم على فيلم ملحمي، بتتكلم على ابيك. الوصايا العشره اضطروا ان هم يبنوا معبد، صرح معبد ديكور، ما كانش لسه فيه سي جيز، ما كانش لسه فيه كمبيوتر جرافيكس. فيلم 300 اتمثل في فوضى تقريبا. وشفت الاخراج عامل ازاي، والصوره منظرها عامل ازاي. وذيس سبارتا، سبارتا تعالى ما اقول لك سبارتا عملت ايه يا اخوي. وقال لك ابطال سبارتا وكلنا عيطنا وبتاع، وبطوله اسبارتا. يا راجل ده انت شخصيه واحده من اللي احنا ذكرناها في الساعه اللي فاتت دي تعمل لك مليون فيلم زي سبارتا. وما تكلمنيش على التكلفه يا اخوي، ما تكلمنيش على التكلفه. ما انت بتكلمني عملت فيلم كلفته 40 مليون فشل ذريع. ده اللي هو كان عامله اسمه ايه، مش دول ده دول ولا عارف اسمه ايه، بي 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 دول حاجه، فيلم كده يعني فاشل. لا فيلم عن مصر يعني للاسف يعني ماشي. في لقطات وما لقطات وفي حته برضو حلو، بس لازم تدخل برضو اللي ايه الحاجات اللي هي قله الادب. ولم يكن هناك بائس في مجتمعي. ده العمده بيتكلم بقى على المجتمع بتاعه، ما فيش بائس في مجتمعي. ولم يكن هناك جائع في عصري. الراجل بيكتب الكلام عشان الارباب هتقرا الكلام ده. ده كاتبها فين يا فندم؟ ده كاتبها في مقبره. مقبره يعني الارباب هتتعرف عليها، المعبودات هيتقرب عليهم. حلو؟ فجايلك بقى، ما انا جايلك. ما هو كلهم بيقولوا كده. دي سيادتك انا عايزك بس ترجع معايا 4000، عمال اقول لك 4000 سنه الا وكده. وهتلاقيني وانا في وسط محاضراتي تملي يعني. انا عندي محاضره، انا وقفت هنا وعملت محاضره ساعتين عن اشهر مجرم في تاريخ مصر. ارجعوا للمحاضره دي.
هو كان اسمه بانيب. سليم حسن عدله اكتر من 30 جريمة ومنها جرائم مخلة بالاداب. فاسد فاسد. واللي يموتك ان في اخر المحاضرة الناس قاعدة عاملة عارف انت اللي هو الفيلم اللي هو انت هتشوف بقى اسكان في اخر الفيلم بقى المجرم بقى هيتقتل بقى ولا هيتعاقب ولا ايه. البردية وقفت واتقطعت ومعرفناش هيتحكم عليه بايه. هنموت كلنا نعرف بانيب حصل له ايه في الاخر. لكن اكتر من 30 جريمة عملها. كان الراجل مريض. انا في وسط محاضرتي طلعته ان هو كان نفسيا مش مظبوط انه يعمل الحاجات دي كلها. من ضمن جرائمه مثلا المذكوره الموثقه يعني ان هو كان يعدي يلاقي العمال قاعدين بيتسامروا مع بعض يروح ضربهم. اللي هو العمال قاعدين وهو كان رئيس عمال. يعني كان راجل ذو مهنه ووظيفه عظيمه. الراجل ده ما كان ده كان شغال حاجه على مستوى ده مش اي كلام. بانيب ده كان يطلع على اسقف البيوت ويضرب الناس بط ايه فيها ايه ده بعيد عنك. طيب ولكن هو هل المصري القديم بجد يعني طول النهار عمال يبني في هرم يعني ولا ايه حكايته بالظبط؟ هو نتكلم عن المصري القديم بيشيل في طوب بينحت في تماثيل بيحنط الميت بيعمل بتاع علم وكيمياء بيعمل ابتكارات بيدرس فلك بيدرس طب. دي حاجات عظيمه. لكن بجد هو كمان كان بني ادم عشان ما يضحكش عليك حد يقول لك ايليانز وما ايليانز ونزلوا من المريخ وبنوا الهرم وبتاع والكلام التعبان ده. بس برضه لما تيجي ترد يا فندم انت مش هترد وتقول انت كلامك كله غلط. لا احنا مش قاعدين على الام عندنا. لا انت لازم هيبقى معاك الادله. تعال نقرا مع بعضنا نص ازاي المصري القديم اولا ما كانش قاعد طول النهار يفكر هحنط امتى جسدي هيعملوا ايه في جسد ما تلدل. ده راجل محب للفرحه، ده راجل محب للضحك، ده راجل محب للنكته. المصري القديم كان ابن نكته بامتياز بامتياز. واول من رسم الكاريكاتير واول من رسم الكاريكاتير اللاذع الاجتماعي واول من رسم الكاريكاتير النو كومنت لا تعليق. روحوا المتحف المصري هتلاقوا رسومات لا تعليق. طلع منها 500 فكره بقى انت. تعال نشوف نص جميل بيقول ايه. في واحد كده في مصر القديمه لذيذ كده كاتب الكلام. كن فرحا. هتقعد تبتئس لي كل شويه تقول لي تحنيط وما تحنيط. كن فرحا يا جدع حتى تجعل قلبك ينسى. احنا نقول ايه دلوقتي في الجمله دي؟ في واحد صاحبك او واحده زميلتك عارف انت النظام اللي هو النوع الكئيب ده عارفاه اللي هو كل الدنيا ضلمه ومقفوله حاجات زي كده وتبقى انت فيك اللي مكفيكي فتنقل لك عمليه الاحباط الغير طبيعي ده. كلنا عارفين الشخصيه دي يعني عدت علينا في حياتنا سام هاو يعني. فانتي تقولي ايه؟ انسي بقى ارمي ورا ظهرك مش كده؟ نعم فندم. قول يا باسط. صح صح. كن فرحا حتى تجعل قلبك ينسى. فكره ان القلب ينسى دي انه ينسى الهموم. فمتع نفسك ما دمت حيا. طول ما انت عايش اتمتع. وضع العطر على راسك. يا سلام حط بارفان يعني ريحة حلوة على راسك. والبس الكتان الجميل. ما تقوم كده وتشيك كده والبس لك حاجة وتعالى انزل اتفسح يا اخي بدل ما انت قاعد في البيت عمال طولتهم طول النهار. يلا افتح الدولاب او افتحي الدولاب وطلعي احلى بلوفر عندك واحلى هاي كول واحلى حجاب ويلا وحننزل نفسحي كاستي. ودلك نفسك. خد بالك بقى اللي جاي. ودلك نفسك. ودلك ده داخل سبا ده ولا ايه حكايته؟ ودلك نفسك بالروائح الزكيه المقدسه. زمان كان في حاجه اسمها اللي هو انت بتسميه دلوقتي الزيوت العطريه. بيسموها بالانجليزي الاروماتيك اويلز يعني. عشان انت بس تبقى يعني الواد بقى المتفرنك فلازم تقولها اروماتيك اويلز يعني. وزد كثيرا في المسرات التي تملكها ولا تجعل قلبك يكتئب يا كئيب. هو ما قالش كده يعني بس انا اضفتها يعني. واتبع ما تريد وافعل الخير لنفسك. عارف النظام ده اللي هو انت في اخر الدنيا بقى تقول لنفسك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا هاخد بالي من نفسي يا عم ده انا عمال اشيل هم البداية وعمال اخد في على دماغي. وافعل الخير لنفسك ولا تغضب قلبك. اقضي اليوم في سعادة ولا تجهد نفسك. النص كله
واحد بيدلع واحد بيفرح واحد بيدلع نفسه. فادي نص مصر القديم واخد بالك، ملوش علاقه بقى يا اخويا بقاعدين 70 يوم بنحنط ولا طلعنا المخ من الانف ولا حاجات. ومره تانية الحاجات دي عظيمه كل حاجه ملناش دعوه، انا بديك الناحيه التانية بتاعت المصري القديم. طيب تعال نشوف، هل انت علمت العالم الفلك؟ علمت العالم الطب؟ علمت العالم بناء الهرم وحساب المثلثات؟ بالطبع. علمت العالم التربة والجيولوجيا وتحركات الأجرام السماوية؟ أيوة. طيب علمت العالم الوقت وحساب الوقت وحساب التقويم؟ نعم. طيب قلت لهم هنعمل ايه في المطر لما يجي ونحوشه ازاي؟ ايوه، روح البحيره اللي 100 كيلو غرب ابو سنبل التي ترجع الى الاف السنين قبل توحيد القطرين، عشان تعرف هو ان هو درس امتى الميه هتملى البحيره وامتى الميه مش هتملى البحيره، فهيعرف الميه هتنزل امتى، فهيعرف الايه الحيوانات تيجي تشرب امتى، فيصطادها او يخليها اليفه عنده في المجتمع بتاعه. لكن ازاي تقدر تعلم الفرحه لحد؟ تعرف تعمل كده؟ هل الإنسان ممكن يعمل كده؟ تعلم حد يفرح إزاي؟ غريبة شوية؟ يعني أعلمك حساب؟ ماشي. أعلمك حساب مثلثات، كيمياء، جيولوجيا، علم مصريات؟ ماشي. إنما أعلمك إزاي تفرح؟ جديدة شوية. قال لك المصري القديم اخترع كلمة بالهيروغليفي، خدها عندك دي، سخ مخ إيب، هي يعني كلمة لها علاقة بالفرحة دي، سخمخ دي فرحة؟ أمال الكآبة تبقى هتبقى اسمها إيه؟ لما سخمخ فرحة؟ لا ومش سخمخ بس، دي سخمخ وإيب كمان، إيه إيب دي؟ عايزين إيب بقى. ماشي. قال لك أيوه سخمخ إيب دي كلمة أو كلمتين هيروغليفيتين بمعنى ليرفه عن نفسه. وفي واحد تاني راح مترجمها ليجعل القلب ينسى، وفي واحد تالت عالم كبير راح قايل لك دي اقرب عباره استخدمها المصري القديم لفكره كلمه الرياضه، لان انت اكشلي وانت بتلعب رياضه بعد ما بتخلصها بتحس بنوع من انواع السعاده، تحب نوع من انواع الترفيه عن النفس، لان مش كل ترفيه عن النفس هيبقى انت لازم تعمل حاجه غلط عشان ترفع عن نفسك، يعني لف كده التراك كده مرتين ثلاثة او امشي كده الشارع كده اللي عندك كده رايح جاي كده 10 مرات ولا 5 مرات، اطلع خد شاور كده في بيتك كده واقعد كده تحس نفسك كده يعني انجزت انجاز حلو. وكمان كلمة عيد بالهيروغليفي يعني حب، بالهيروغليفي لما تقول حب يعني عيد، زي الملك كده حر ام حب، اللي احنا مصرين نسميه ايه؟ حر محب. التاتش فيش يا عم حرمة، حر ام حب، حر يعني حورس الصقر، ام في حب عيد، صقر في عيد. بصوا اسم الملك جميل ازاي، انت دلوقتي بقى عندك اسم عيد صح؟ يعني انت عندك واحد صاحبك اسمه عيد مش كده ولا لا؟ فكلمة عيد زي نفرت، نفرت بالهيروغليفي يعني جميلة، انت لغاية دلوقتي بتسمي ايه؟ جميلة، عندنا جميلة ابو حرد مش كده؟ اللي احنا قعدنا سنين نقول عليها جميلة ابو حريد او حريد مش كده؟ ما طلعتش حريد الست، حاجات بتتغير اغرب من الخيال. طيب هيرودوت الرجل اليوناني الزائر ده كتب لك عن موضوع الفرحه والاعياد بتاعت المصريين، كتب الاتي، قال لك ايه بالحرف؟ قال لك لقد سبق، خد بالك ده يوناني، وخد بالك اليونان هنا في تنافس، ها في تنافس بين الحضارتين اليونانيه والمصريه. لقد سبق المصريون الشعوب إلى إقامة الأعياد العامة والمواكب العظيمة. مين اللي بيشهد؟ يوناني اللي هو بنفسك، فده عندنا شهادة قوية جدا. اتنين استخدم كلمة الشعوب مش اليونان بس، لأن انتوا عارفين إن هيرودوتس أو هيرودوت كتب 9 مجلدات 9 كتب، كتاب نمرة 2 كان عن مصر، ما تاخدش كل كلامه. انتوا عارفين أنا عندي محاضرة هنا اسمها هيرودوت أبو الأكاذيب، ودي طلعنا من كتابه الأكاذيب اللي هو قالها. فانت هيرودوت يؤخذ منه ما يؤخذ ويترك منه ما يترك. طب من نعرفها دي ازاي يا بسام؟ لازم تبقى واد فرود في
في علم المصريات عشان تعرف تطلع هيرودوت الكلام الكذاب من الكلام الكذا، أو تلجأ إلى العلماء الأجلاء. ده أنا بقولها لك هو من الآخر عشان ما تشربش كل حاجة هيرودوت بيقولها، لأن أنت لو شربت كل حاجة هيرودوت بيقولها لأنت هتقول تاريخ مش خطأ، تاريخ من هنا لغاية مش عشان مثلا بيقول حاجة غلط ولا بتاع. أنا أول واحد قلت لك أهو إحنا عندنا مجرم في مصر القديمة عمل أكثر من 30 جريمة، أنا ما عنديش أنا عندي 3 مقالات على النت اسمها سلبيات المصري القديم. أنا مش من الناس اللي كل حاجة في مصر القديمة كانت عظيمة خالص. هتلاقيني بقول لك كان بيعمل كذا، وأنا بالمناسبة أنا من الناس اللي بتقول إن مصر القديمة عبد الحيوانات. اللي في ناس تطلع تقول لك لا هو قدسها بس ما عبدهاش، أنا بقول قدسها وعبدها. فأنا مش من النوع اللي هقعد أزوق في التاريخ عشان تاريخي يطلع جميل وحلو وما بيعملش غلطة. بالعكس ده أنا كل ما بطلع سلبية في مصر القديم بأنسن الحضارة المصرية. ايه رايك في النهارده كلام غريب بيطلع من الواحد؟ ايه بيأنسن دي؟ يخليه انسان. زي النهارده الصبح على الهوا قلت لها تميثل خوفه، ايه تميثل؟ كتبناها منين الكلمه دي عشان تمثال صغير يعني. حاجات بتطلع من الواحد هتخلصي الهوا، قلت الكلمه دي ايه دي جايه منين الكلمه دي؟ والمواكب العظيمه وعنها تعلمها اليونانيون. يعني هيرودوت بيقول لك عن المصريين هتعلمنا الاعياد ايه؟ علمت اليونان الفرحه. دلوقتي انت مش عارف زوربا ايه يرقص ايه مش عارف ايه بتاع ايه، طيب لا يا حبيبي تعالى ده احنا اللي عندنا الفرحه كلها. المصريون لا يحتفلون مره واحده في السنه بعيد شعبي عام، ولكن اعيادهم العامه كثيره. ده هيرودوت. يعني في دي انت قلت صح يا عم هيرودوت. ده احنا لغايه 2019 واعيادنا كثيره. كل حاجه عندنا بقت عيد. اكشلي كل يوم بقى عيد صح؟ لان كل مره هقابلك هقول لك كل سنه وانت طيبه. ده مين عيد ميلادك؟ لا. عيد كذا؟ لا. بس هو كل يوم بقى عيد وعمالين نزود. بجد احنا عمالين نزود في اعيادنا. يعني مثلا خد من ايام جحيتمس الثالث تم رصد 54 عيد في مصر. رمسيس الثالث بعديه بشويه 60 تم رصدهم 60 موثقه 60 عيد. فما بين جحيتمس الثالث وما بين رمسيس الثالث زدنا 6 اعياد. فدي على الصفة يعني على الأرض الواقع أيوة احنا عيادنا بتزيد من ساعة المصري القديم ذات نفسه. طيب والأعياد أنواعها إيه؟ خد عندك كان في أعياد اسمها الأعياد الكبيرة، الأعياد الإيه؟ الكبيرة. وكان في حاجة اسمها الأعياد اليومية. أهي ما روحتش بعيد يا جميل، الأعياد اليومية كل يوم في عيد. بس ده كان بتبقى أعياد بقى في المعبد مش أنا وإنت بقى في الشعب عم هنشتغل إمتى. وفي عيد اسمه عيد الجميل للوادي، العيد الجميل بتاع الوادي. بص الاسم ازاي. وفي اعياد مطلع كل فصل من فصول السنه. كل انت عارف المصري القديم كان عنده 3 فصول في السنه مش 4 زينا. خلاص كان في الفيضان، خلاص كان في الشتاء بقى والحصاد والحاجات الجميله ديت وزرق وبتاع، وكان عندنا اللي هي ايه اللي هي الفيضان. يبقى الفيضان. وفي كان في فصل اسمه بيرت اللي هو الدنيا بتبقى فيه بيرت. احنا في بيرت دلوقتي. طيب والبشر لما كان بيطلع في الحياة وبياكل ويشرب وينام ويتخانق ويحب ويتجوز ويطلق وتقول له هات القايمة وبتاع. اللي كان في قايمة في مصر القديمة كان في برضية. يعني روحوا متحف إليفنتين في أسوان هتلاقوا في برضية فيها الراجل كاتب فكرة القايمة، حتى ان هو بيقول لها لو حصل بينا يعني انفصال او حاجة هترجعي لي اللبس اللي انا جبته لك مغسول. انت حر خلاص. يعني برضو الراجل المصري كان ايه كان ناصح بالظبط كده انهم كومنت فعلا عشان هم بس الستات اكتر مننا في القاعه، فاحنا لغايه لما هم ايه يمشوا. طيب فهيرودوت بقى يعني انت مثلا بتعمل كده احنا بيحصل لنا في حياتنا ان احنا بنعيا مثلا بنمرض، مفيش حد عايز يمرض يعني وبعيد عنكم جميعا بنمرض بنعيا. ففي اطباء بقى دكتور بقى راح يزور الدكتور عشان يقول لي بقى انت عندك ايه. فكتب هيرودوت على موضوع الدكاتره ده جمله في منتهى الغرابه. قال لهم قال لك ايه بلادهم علينا يعني بلادهم غاصه بالاطباء. بلادهم كلها غاصه بالاطباء ما
مليانة مكتظة بالأطباء. بعضهم ده هيرودوت لسه بيتكلم متخصص في العيون، خد بالك ده جاي من حضارة مين؟ ده جاي من حضارة أبوقراط اللي انت بتحلفي حلفانه في كل الطب، لو أبوقراط اللي هم مسمينه أبو الطب، ده بيقول علينا احنا بقى. ده بعضهم متخصص في العيون، يعني كنت أول أوبتمولوجيست، أول واحد بيعمل تخصص في العيون في العالم، وبعضهم في الرأس. كان في دكاترة في مصر القديمة متخصصة في أوجاع الرأس بس، يعني عندك صداع تروح لدكتور الصداع. وبالمناسبة الصداع والرأس، وهم بيكتشفوا جنب أبو الهول لقوا عمال الهرم مدفونين، بعض عمال الهرم مدفونين مش متحنطين، لأن التحنيط اتفقنا قبل كده إيه؟ غالي، مش أي حد، لازم تبقى إيه؟ تبقى عندك إمكانيات التحنيط المادية أو يعني تقدر تتحنط. فلقوا السكالت، ألقوا الهياكل العظمية في مقابر، والاكتشاف ده أثبت إن اللي بنوا الهرم مش عبيد، لأن لو كانوا عبيد واحد ما كانوش يدفنوا جنب الهرم، صح ولا مش صح؟ أنهي عبيد ده اللي هيدفن جنب السيد بتاعه وكمان جنب الهرم؟ لا. ثانيا أدفنوا ليه؟ مرميل عبد في حضارات أخرى بقى، لو عايز تسميها حضارات يعني، خد بالك كان العبيد زي ما أنت فاهمين كان بيتعامل إزاي، لكن يدفن ويدفن في جبانة وبجانب أبو الهول والأهرامات، لا ده في احترام وتبجيل على أعلى مستوى. وكمان لقوا معاهم حاجات هم واخدينها للحياة الأخرى، يعني برضو كان فيه اهتمام بأن هو ياخد حاجاته لرحلة الأبدية بتاعته، ده ما يبقاش سليف أبدا. ده اللي جاية بقى، لقوا واحد من العمال أصيب بسرطان في المخ، بعيد عنكم وبعيد عن الجميع، ويشفي كل مريض يا رب، وتم عمل عملية له وعاش بعد العملية. واحد الطبيب الجراح المصري القديم من 4000 سنوي عرف يشخص البرين تيومر او ورم المخ بعيد عنكم، يشخصه بقى، يعني مش هكلمك بقى في حاجة تانية، لا سونار ولا سي تي سكان ولا اشعة مقطعية ولا الكلام ده كله لسه. ايه ده؟ ادي واحد. اتنين، اتعملت له العملية، يبقى النو هاو او الكيفية بتاعت عملية التخلص من ورم كانت موجودة من 4000 سنوي. ثالثا، عامل من الاف العمال في بناء الهرم، لو كانت ساب يموت، لو كان عبد تساب يموت ما كانش حد في التاريخ للأسف يعني سأل عليه. اتكلم على انسانة التاريخ وانسانة الحضارة، ادي الانسان اهو اللي كان مهم بالنسبة له. ادي ثلاثة. اربعة، عاش بعد العملية، يعني انت في 2019 انت في 2019 ممكن بعيد عنك عملية تتكلف يعني. فحاجات تخليك لقوا شخصية تانية من ضمن برضو العمال كان لزاما له يتعمل له عملية امبتيوتيشن، امبتيوتيشن اللي هي دتر بعيد عن السمعين، فاتبطرت له رجل واحدة بتر قطع، وعاش 14 سنة بعد عملية البتر. ايه ده؟ ايه التقدم المذهل ده؟ وانا هنا مش بتكلم تقدم طبي بس او جراحي بس، انا بتكلم على تقدم طبي جراحي وانساني. انا ايه اللي يشغل بالي بقى لو انت بقى في الحضارات بتاعت اللي هي بقى يا عم ما تشغلش بالك بالعبيد او حتى بالعمال، خلاص بلاش مجنون هتلر ده، انتوا فاكرين عمل ايه؟ اي حد بيزك كان بيزك كده، مع السلامة، مش عايزك معايا، انا عايز كل الجنس القري يبقى قوي. اي حد عنده مثلا تحدي مثلا من متحدي مثلا القوى العقلية او اي، تفضل مع السلامة، مش هو تخلص من دول، مش هو تخلص من الغجر وتخلص من المتحدي الإعاق والحاجات دي كلها ليه؟ هو كان عنده هيسس في دماغه ان الجنس القاري اللي هيحكم العالم ده لازم يبقى بيرفكت،
مش حاجة اسمها بني آدم بيرفكت، لأنه لا كامل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وبعضهم في الأسنان حيصيراع متخصص طب الأسنان، ده بالاسم في المتحف المصري، حسي رع، وقلنا بالهيروغليفي حسي يعني ممدوح، الذي يمدح من رع، الذي تمدحه الشمس، حسي أي في الهيروغليفي ممدوح، الذي يمدح، الذي يقرز. يا الله النهاردة إيه العربي فاتح تمام، تقريز يقول لك قرز، قرزه أي مدحه، يقول لك تبطل تقرزني علشان في بقى الناموس بيقرز، بس دي حاجة تانية خلاص. هاي ماشي. فممدوح رع طبيب أسنان، طبيب أسنان متخصص من 4000 سنوي، شفناه في محاضرة المتحف الأخيرة من كام يوم، وريته لهم حسي رع رايح للموفق. برافو عليك الدكتور ممدوح رع. ورحت للدكتور مين؟ اسكت، ده انا عندي سن عرفاني بقالي سنه. ورحت للدكتور مين؟ دكتور ممدوح من 4000 سنوي، ايه الحضاره العجيبه دي. وبعضهم في الامراض الخفيه، المصري القديم كان عنده حاجه اسمها الامراض الخفيه اللي انت ممكن تسميها بطنه ممكن. لكن تيجي تقول لي يا بسام يعني هم عرفوا كل حاجه يا اخويا، ما فيش حاجه فاتت كده، اقول لك لا في حاجات فاتت طبعا، خد عندك لو انت عايز بقى الحاجات اللي فاتت، وطبعا لازم تديهم الحق في الحاجات اللي فاتت. معلش سوري، انت من 100 سنه كنت فين في الطب يعني؟ 100 سنه مش هقول لك من 4000 يعني، كنت فين؟ الناس كانت بتموت من الانفلونزا صح ولا مش صح؟ فاكرين البرتقان والامراض والاسكربوت والحاجات اللي احنا درسناها في المدرسه دي؟ الناس عطس حطستين مات مات، فانت الكلام ده مش من بعيد يعني. فكان يعتقد ان الهواء الذي المصري القديم كان بيعتقد ان الهواء الذي نستنشقه كان بيخش جوه الفينز، كان بيخش جوه العروق ويمشي جوه العروق ويطلع على هيئه رياح من الانسان. فيعني ايه فلخبطت معاه، ماشي فيش مشكله. طيب بنعاني دائما وابدا، وخصوصا الاجيال اللي زي حالتنا كده، يقول لك ايه مثلا فين الشباب، فين ايام زمان كان شاب محترم، عارف انت القصه دي، وخصوصا بقى معذور بعض الشخصيات الشابه اللي هي ايه اخذت المجتمع كده في حته كده مش لذيذه يعني. فيقول لك الشباب في مصر القديمه كان اخباره ايه؟ وقت انت بتقول مثلا ايه لما تطلع المترو او لما تطلع الاتوبيس تلاقي الشباب قاعد وناس كبار ايه واقفه. زمان كده كان تملي اترك، كان بيبقى مكتوب كده، كان في كراسي كده مكتوب عليها من فوق كده مش كده؟ ما اعرفش مكتوب لغايه دلوقتي ولا لا، اترك لكبار السن مش كده حاجه كده مكتوبه لغايه دلوقتي، تمام كبار السن وذوي الاعاقه، مخصص بالظبط كده، مخصص كبار السن وذوي الاعاقه. طيب والشباب لما كان بيشوف واحد كبير في السن في الشارع من الاف السنين عندنا هنا على ارض الكنانه مصر، كان بيتصرف معاهم ازاي؟ انا بديك لمحات من اليوم، الحياه اليوميه بتاعت مصر عشان تعرف الناس دي. الحضاره دي ما وصلتش بس بناء ومعمار. بيقول هيرودوت عندما يقابل الشبان الشيوخ، الشبان يقابلوا ناس كبار، يفسحون لهم الطريق. انا ماشي في الشارع ماشي في الدرب لقيت راجل جميل شيخ كبير في السن معدي، اروح موسع له افسح له الطريق، ويتنحون جانبا نحى جانبا لغايه لما يعدي اللي جايه بقى. وعندما يقبل عليهم الشيوخ، انت قاعد وانا هو راجل كبير وجيت اقبلت عليك، يقومون من مقاعدهم. فكره ان انت تقف دي لما حد كبير يخش عليك، ادي كان الشباب من ضمن معاملاته في الحياه الاجتماعيه. هو بيكتب كتاب عن مصر، قارن بينها وبين اليونان في الكتاب بتاع مصر، في حاجات وحاجات. بس خد بالك هيرودوت انت بتتكلم في الربعميات قبل الميلاد جاء مصر، فانت كده الربعميات خلاص
انت بتخلص انت بتخلص الحضاره المصريه. يعني هو شايف الحضاره المصريه في اواخرها كمان، خد بالك. يعني انا ما بكلمكش انا عن رمسيس الثاني، وبكلمك عن اوقات الدوله القديمه وبناء الهرم، انا بكلمك انت في اواخرك كمان. يعني ده وانت خلاص بتنهار. واخر ملك معروف نختنبو الثاني اسمه كده، اخر ملك مصري يحكم مصر اسمه نختنبو الثاني. ونختنبو الثاني من وقته، من وقت وفاته، من وقت وفاته لحد محمد نجيب انت لم تحكم بمصري. بص الجملة دي عاملة ازاي، فكر 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 فيها. طيب بتاع حتب، لا نختنبه خلاص، لا مصري اخر واحد 100% دم مصري. انت سألت اخر ملك مصري حكم مصر امتى، انا قلت لك على اسمه، وله اثار بالمناسبة، له اثار واحنا عارفين تاريخه وعارفين حكم من كام لكام والكلام ده كله. طيب هنرجع الاسئله، ممكن نخليه بس عشان ايه نخلص، عشان الناس البنات روحوا كده، عشان انا ايه اتاخرت عليهم، بعد كده هقعد معاك بقى نجاوب على كل حاجه ماشي. طيب لما كنت بتخش بيت واحد كنت بتتصرف ازاي؟ دخلت بيت دلوقتي مثلا، انت باباك مثلا او مامتك تقعد معاك تقول لك ايه لما تخش بيت صاحبتك ما تعمليش ايه. تعال نشوف الأم المصرية الآن بتقول إيه لبنتها مثلا ما تفتحيش درج مش بتاعك، تفتحيش دولاب مش بتاعك، مالكيش دعوة بأي حاجة موجودة، لو هم اتكلموا أو اتخانقوا ما تخشيش في يعني كل هذه النصائح الإيه؟ البتاع. طب بتاع حتب، وده طبعا بتاع حتب ده من يعني من الحكماء المشهورين في مصر، قائد راجل عظيم يعني، وساب لنا حكمة تحفة، يعني ساب لنا برديات فيها حكم تحفة. إذا رغبت في الاحتفاظ بالصداقة ببيت تتردد عليه بصفتك سيدا مبجلا، رجل محترم يعني، وأخا أو صديقا بالمكان الذي تدخله، أيوة بقى نعمل إيه، فإياك جدك بيحذر، فإياك والاقتراب من النساء. محظور يا ولدي، لكش دعوة بيهم دول. احترام احترام، خش عينك في الارض، مالكش دعوة بست البيت، اي سيدة في البيت اوعك تبص، اوعك ترفع عينك، ده لو انت سيد مبجل، ده لو انت سيد ومحترم، ده لو انت عايز تبقى اخ وصديق، مالكش دعوه بالنساء، ابعد عنهن. فانه لن يحدث اي خير في مكان يحدث فيه ذلك، خد بالك. الاقتراب من النساء مش هيجي، مش ما فيهوش خير. تكلم دلوقتي مش عارف مين ايه صاحبه، مش عارف ايه اتعرفت على مين، ايه طلاق ايه، اصل مش عارف مين اخدت جوزها من مين، الكلام اللي هو اللي انت عمال تسمع. بتاع حتب نفسه برضو الرجل الجميل ده بيقول لك طيب انت دخلت بيت دلوقتي، جيت عند بسام وبسام عزمك، تفضل يا فندم اقعد، يلا بقى نتغدى. فهتقعد على ايه؟ على مائدة الطعام، صح؟ طيب تتصرف ازاي يا مصري من 2400 سنة قبل 4400 سنة؟ جدك بيعلم العالم يا ابني، العالم مش مصر، وانت قاعد على الترابيزة تتصرف ازاي؟ آداب المائدة. طبعا انا مش عايز اقول لك احنا عندنا في مدرستنا في اسكندرية، انت شفت فيلم هاري بوتر؟ طيب شفت الميز اللي كانوا بياكلوا فيه عامل ازاي؟ كان عندنا في مدرستنا حاجة كده شبيهة بده، لان كانت مدرسة انجليزي، حلو، والاكل يتحط لك وتاكل. راجل مش بقى سيد مبجل،
راجل حط كوعك على الترابيزة وانت بتاكل، لانه تعرفين ده مش من الاتيكيت. طبعا انت تخش دلوقتي احسن فندق تلاقي تلاقينا كلنا يعني ضفدع فوق فوق الترابيزة، مش حاطين بتاع كمان شوية يعني هنقفز قفزة الضفدع على الترابيزة. ناهيك بقى عن الايدين اللي بتتمد من قدام الحاجات وناهيك بقى معلش انا اسف ويقلب لك الشوربة على اي قصص اللي بتحصل. طيب اضحك عندما يضحك، ادي اول نصيحة من جدك بتاعه. صاحب المائدة اللي عزمك ما تضحكش غير لما هو يضحك. ليه؟ افرض هو في ظرف في البيت انت مش عارفه، افرض دخل انت مصهلل سيادتك، طب ما انت لازم تعرف البيت ممكن. طب وانت قالك مالكش دعوة، يبقى هستنى. ضحك ضحكت، ما ضحكش ما تضحكناش. طيب ولما هتضحك عندما يضحك ده هيعمل ايه بقى عند صاحب البيت؟ قالك فذلك سيثلق قلبه جدا، قلبه هيبقى مرتاح لما انت تضحك. لما يضحك يجب ان يكون ما تفعله مرضيا له. وبعدين راح داخل لك قال لك طيب هي الفلوس كل، عارف انت كلمة الفلوس مش كل حاجة، دي هدي كلمة احنا بنقولها كتير مش كده. المصري القديم قال لك بيتر حيتب قال لك ايه؟ لان الثراء لا يكتمل اذا لم يكن المرء سعيدا. لما يبقى معاك فلوس كتير قوي عمر ما السعادة هتبقى ايه كاملة، الا لما تبقى انت انسان سعيد من جواك. اللي هي الكلمة اللي انت بتقولها دلوقتي لايه؟ السعادة مش كلها بالايه؟ بالفلوس يعني. طيب ولو انت رئيس في الشغل تحت ايدك كم عامل كده جمال او كم موظف، تتصرف ازاي؟ قالك اذا كنت رئيسا فانصت الى كلمات الشاكي. واحد جاي يقدم طلب، نبي يا استاذ يا مدام الطلب المعاش اتاخر، ارجوك يا ابوس دماغك البيت مفيش فلوس، فوت علينا بوك. اذا كنت رئيسا فانصت الى كلمات الشاكي ولا تصرفه، اهي فوت علينا بكره ايه، لا لا تصرفه طالما لم ينظف جسده من كل ما كان يفكر في ان يقول. بص المصطلح الاستعاره المكنيه، فاكر الاستعاره المكنيه زمان ايام النحو؟ اهو ده اللي هو ايه، اللي هو مش لسه ما نظفش كل جسمه من اللي جاي يقوله، ما تمشيهوش جاي اشتكيلك. يميل الإنسان البائس إلى غسل قلبه أكثر من أن يرى إنما جاء من أجل يتحقق، كما هو مفرح لكل شاك أن يلمس الإعراب عن العون والاهتمام. لو الشاك اللي جاي لما يلمس فيك إن أنت عندك عون هتعمل له مساعدة عون وتعمل له اهتمام، ده هيفرحه قوي. أما بالنسبة لزوجتك بقى تعامل زوجتك إزاي؟ مرتك، تعال نشوف بقى الزوجة بالنسبة للسادة المتزوجون أو اللي حا يعملوها يعني. اجعلها سعيدا ما دمت حيا، طول ما انت عايش مراتك لازم تبقى سعيدة. طب وإيه تاني يا حكيم؟ إيه حكيم مصر القديمة مش حكيم جه حكيم تاني اسمه آني، هو اسمه كده عارف انت ده من آلاف السنين لما كان يتنادح عليه انت مين؟ يقول آني. هناك في البيت أسباب للخصام على القلب أن يتجنبها. كلنا عارفين أسباب الخصام ايه، اتجنبها بقى ما ركزش فيها قوي. طيب وايه تاني يا اني؟ قالك وانت قاعد في البيت ما تراقبش مراتك. تخيل نفسك انت يوم اجازتك اللي هو بيبقى يوم كارثي بالنسبة لست البيت يعني زي ما انت عارف، وبدأت انت تقعد على الكنبة بقى وهي بدأت مثلا تنظف البيت، ايه شغلات البيت بتاعت الست المصرية المعروفة، امسك السجاقة اعمل بتاع ارمي الكنبة من فوق الدور تالت دور، الحاجات اللي بيعملوها بيجددوا يعني. انت قاعد بقى لسه في حتة هناك
تخش المطبخ تساعد في الطبيخ، نار وحرائق. فهو بيقول لك لا تراقب زوجتك في البيت ما دمت تعرف انها كفئه، تعرف انها كفاءه، تراقبها ليه؟ ولا تقل لها. اين يوجد هذا السؤال المعتاد؟ انا سبت الشراب بتاعي فين؟ رغم ان انت اللي حطه، بس مطلوب منها انها تبقى ايه، بتضرب الوضع وتبين زين وتعرف المكان اللي في هذه الشقة الفسيحة ان انت حطيته تحت السرير، او انهي سرير من سرير الاولاد وانت فاقد الوعي لما رجعت من شغلك. اين يوجد هذا؟ ما تقولهاش كده، الجملة دي ما تتقالش في البيت. اين في الكلمة جملة، هو شايف عيني، شايف انها جملة مستفزة، لكن هنا الجملة ما خلصتش، خد بالك ده لسه بيقول له ايه. لا تقول لها اين يوجد هذا، احضريه. ما تقولش الجمله بيتامر، فالجمله دي ما تقولهاش، في حين انها وضعته في المكان الصحيح. ما انت عارف انت هتضيع وهي هتحط لك الحاجه في الدرج زي ما هي، يعني انت عارف انها كفئه وهتحط لك حاجاتك في حتتك، تسالها ليه بقى؟ صفه الامر دي اللي انت فيها. فلتراقبها عينك بينما تظل انت صامتا. دي عايزة قوة تحكم خطيرة في الزوج المصري، ان هو يقعد ظل صامتا. دي هكذا. طب لو انت عملت كل ده بقى محمد يحصل لك ايه؟ هكذا تستطيع ان تدرك مدى كفاءتها. وعندما تمسك بيدك، لما مراتك تمسك ايدك، زمان من الاف السنين كان في عادة عند الست المصرية انها تمسك ايد جوزها كده بحنية. انا مش عارف طبعا دلوقتي القصة دي شغالة ولا لا، لكن ده كان بيحصل من الاف السنين على ارض الكنانة مصرية. طبعا انا مش متزوج، فهيفيدونا في القصة دي الناس المتجوزين بعد المحاضرة، مش لازم الفضايح. فان هذا شيء طيب وسعيد، وعندما تمسك بيدك يعني بيقولك فان هذا شيء طيب وسعيد. مراتك تمسك ايدك يبقى ده شيء طيب وسعيد. امسكوا ايدينك واسكوا. وفي الاخر اي الجملة كأنه باعت رسالة يا اخي، الكثيرون لا يعرفون ذلك. وكأنه بيبعت رسالة لكل الحضارات اللي في العالم. اخيرا عشان ننهي، تملي بنحب نحط طرافة في التاريخ، لان التاريخ فيه طرافة، دول بني ادمين، فكان منهم الطريف، منهم الغلس، منهم الدم خفيف. فخلينا مصر القديم عنده كده حاجه كده، هي بصراحه غلط لكن اهي ذكرها. فبرضه اللي زي ما بنذكر الحلو هنذكر هو برضه كان في حتت بالعمليه بتفلت منه فيها. يعني في برديه اسمها، الاجانب سموها برديه سالير، سالير ديت الرابعه دي بيكتب فيها المصري القديم لما تيجي تتجوز، لما تيجي تقرر الجواز، ما تتجوزش في الايام الاتيه. البردية ذكرى أيام نحس. طبعا احنا ما بنؤمنش بده، صح؟ خلاص ما عندناش تطير، احنا ما عندناش تطير، ما عندناش اصل الغراب يبقى كذا، ولا مش عارف القطة السودة لما تجري او تعدي من تحت سلم او تفتح وتقفل المقص، عارف انت الحاجات العجيبة دي، ولا تبيع ابر بعد العصر، ولا الكلام اللي هو بيحصل زمان ده او ما زال بيحصل في حتة معرفش. المهم كل الاشياء اللي بتقرا عنها في العادات والتقاليد الغريبه، ما عندناش تطير احنا، ما عندناش حكايه اصل انا حاسس ان في نحس، اصل الراجل ده نحس، اصل البنت دي كل ما تشوفني نحس، ما عندناش كده. البومه بس جات لي واحده مره بعد المحاضره كنت بتكلم على البوم، طائري المفضل. مصر القديم حط البومه كتير قوي قوي عنده في الهيروغليفي على حرف الميم. فجات بتقول لي يا مستر انا في بومه قدام بيتنا كل ما افتح الشباك الاقيها واقفه على الشجره وبتبرق لي كده. يعني ما معناها بتستنج، بتقول لي اعمل فيها ايه؟ انت عمال تقول لي البوم حلو مش بوم حلو، وانا بترعب، يعني هي خايفه من المنظر. قلت لها نمره واحد، لا يوجد اي كراهيه بين البومه وبينك. الست لا انت اخذتي من جوزها ولا اخذت خطيبك. فهي لا هي مدبقاكي ولا هي بتبص لك ببرقك، ادي نمره واحد. نمره اتنين، طائر عبقري لما تعرف تقرا عنه كتير. ثالثا، هي مش بتبرق. البومه
لا تحرك النني. تاني البومة لا تستطيع تحريك النني. هي مخلوقة كده. شوفي اي فيلم من افلام ناشونال جيوغرافيك او شوف اي فيلم تسجيلي عن البوم، مش هتشوف بومة بتحرك النني بتاعها. ربنا سبحانه وتعالى مديها رقبة تجيب ورا زي ما بتجيب قدام، تلف برقبتها لغاية لما تجيب اللي ورا. انت ربنا مديك الميزة ان انت تحرك النني بتاعك يا سيدي، الحمد لله رب العالمين. هي لا، هكذا خلقت. خد بقى الجديدة عشان الناس اللي تقولك اصلها نحس. في دراسة حديثة جدا في الناشنال جيوغرافيك، لان هم اكتشفوا ان جناح البومة لا يصدر صوتا. حضرتك جربتها؟ ملاش صوت، تحس ان هي ساوند بروف، تحس ان هي ضد الصوت، مانع للصوت. تخش البلكونه على العصافير ولا واقف مستنيها، الاقيها ماشيه قدامي كده ودخله ولا في اي حس، اجري وراها كتير ولا في حس، واجنحتها مفتوحه كل حاجه. عملوا ايه بقى استاذنا؟ بيذاكروا الجناح بتاع البومه عشان عايزين يعملوا اجنحه طيران عشان لما تركبي الطياره ما تعملش صوت. ان جناح الطياره وانت قاعد جوه الطياره ما يصدرش صوت. عايزين يقلدوا البومه. الله يرحمك يا عباس يا ابن فرناس. الله يرحمك على الجمله بتاعتك. لن يستطيع احد الطيران بكفاءه هذا الطير. فعلا. سبحان الله. قلتها جملة يا ابني، قلتها جملة يا ابني. فقال لك ايام النحس، طيب اليوم السابع من شهر الشتاء اللي هو دلوقتي يجيب 22 نوفمبر، فقال لك ما تتجوزش يوم 22 نوفمبر بتاعتنا دي مصر القديم. ليه يا عم؟ قال لك ده يوم نحس. اه يعني هيحصل ايه لو اتجوزت يوم 22 نوفمبر يعني مصر القديم؟ غلط طبعا، بس انا بقول لك يعني. كتب بيقول ايه في البردية؟ وان فعلت ستحترق دارك بنار لا تنطفئ. دي جوازة دي ولا ايه؟ جوازة دي ولا ايه يا استاذ شناوي؟ دي مش جوازة دي، صعبة قوي. طيب واليوم الثاني يا عم المصري؟ قال لك اليوم الخامس من الشهر الثاني من الصيف، يعني دلوقتي تحسبها تطلع 22 اغسطس، تتجوزش يوم 22 اغسطس. ليه يا عم؟ وافرد ردت البردية تقول لك لا تغادر منزلك اصلا في اليوم ده، ده بقى مش نحس جواز، لا لا تغادر المنزل من اصله خلاص، ولا تعانق امرأة، هذا هو يوم خلق مجموعة ارباب التاسوع. هو عنده في الايمان بتاعه في الاعتقاد بتاعه في اليوم ده حصل ان الارباب المعبودات التسعة اتخلق، اللي هو بقى الخلق بتاع مجموعة الارباب. اخيرا كلنا عارفين او تعرفتوا عن طريق العبد لله بحكيم جميل انا بحبه اكتر واحد فيهم، كان اسمه عنخي شاشونقي. الناس اللي بتحضر لي يعني عارفين انا بحب الراجل ده قوي، بس الحقيقه دلوقتي انا هصدمكم شويه في عنخي شاشونقي اللي كلنا حابينه. يعني انا هقول لكم ليه انتوا حبيتوا عنخي شاشونقي، لان عنخي شاشونقي الحكم بتاعته قريبه قوي مننا قوي. يعني يقول لك ايه مثلا؟ لا تبني على ارض مزروعه، اللي هي دلوقتي انت بتقول ايه؟ تجريف خلاص. ويقول لك ايه؟ هنعمل ايه؟ كردون المدي. انت عارف حته انت ما تقدرش تبني على حته، اهو ده عنخي شاشونقي. غريب جدا، انا بحبه قوي لان هو فيري اب تو ديت الراجل ده. راجل يعني حديث معانا يعني في 2019. من ضمن الكلام بتاع عنخي شاشونقي يقول لك ايه؟ من يلدغ من الثعبان يحذر من لفه الحبل. طبعا انت خدتها شويه يعني او ما خدتهاش بقى خالص، انت رحت عامل حاجه كده زبادي وشوربه ويتلسق حاجه بره، اكل برضه، اكل لازم اكل. طيب عنخ الشنقي يقول لك من ضمن الحاجات الجميله لا تغضب لانك تمتلك شيئا. عندك حاجه غضبان ليه؟ شوف الكلمه، انت دكتور نفسي بجد يعني مش حكيم بس. وحاجات تانية كتير عنخ شونقي كتبها، وتحس ان هو بيكلمك وكأنه صاحبك قاعد معاك دلوقتي في القرن 21.
عن خشونخي احلى واحده بحبها له بقى، اعمل الخير والقيه في مياه الفيضان. بص بقى انت تقول ايه، اعمل الخير وايه، منتهى الذكاء، منتهى الذكاء. ارميه في البحر ليه؟ ارميه في البحر ليه؟ انا طبعا انا فاهم القصد، بس ارميه في البحر ليه؟ ما هو البحر هيضيع. مصر القديم بقى اذكى منك، قال له ايه؟ قال لك اعمل الخير والقيه في مياه الفيضان، عندما تنحصر المياه، اما مياه الفيضان تنزل النيل تاني بقى بعد 4 شهور بعد الموسم بتاع رمضان ما يخلص، يعود اليك الخير. سمك بقى وطين بقى وغريان، ويلا ابذر البذور يا جميل وطلع قدرة وخد من خيرات الله سبحانه وتعالى. والسمك بقى اللي دخل جوه الطين ما عرفش ينزل، يلا طلع بقى قشر البياض بقى ولحمة قد كده بقى وعيش حياتك انت والعيل. ورغم ان هو قال كده وانا بقرا لك عطرت على عنخ شاشونخي اي الجمل ما كنتش قلتها كتير قبل كده، وعلى ما يبدو عنخ شاشونخي رغم كل هذه الحكمة اللي عنده كان عنده مشكلة. تعالى كده اشوف لو انتوا من حكمه اللي انا هقولها لكم دلوقتي دي هتطلعوا مشكله عنخ الشونكي كانت ايه. دع زوجتك تدرك مدى ثرائك، خلي مراتك تعرف حسابك في البنك كام، مش مشكله، ولكن لا تدع لها حريه التصرف. مش مضمون، مش مضمون. انت طبعا لك حاجه تانية هنا في مصر دلوقتي، اتجوزت واحده مدبره وتقعد بقى تتكلم مع اصحابك بقى عن ان مراتك ازاي مدبره وازاي ان هي بقى شالتك وقت الزنقه ورميتك من فوق البلكونه. هو انت بتقول شالتك بس ما بتكملش الجمله في وقت الزنقه، شالتك وديتك فين؟ طيب يبقى دع زوجتك تدرك مدى ثرائك، خلي مراتك تعرف انت غني قد ايه، ولكن ما تدعهاش تتصرف في الغنى ده في ثروتك. لا تفت هنا بقى هنعرف بقى المشكله بقى. لا تفتح قلبك لامراتك، يعني ما تفتحش قلبك قوي مع مراتك. طب لحد هنا تقول ايه خاول ما تحرس وحرس وما تخوي والكلام اللي احنا بتاعنا ده. الجمله اللي بعديها قاسيه شويه معلش، بس هي قاسيه في حته وحلوه في حته. لا تفتح قلبك لامراتك، افتح قلبك لأمك. بس الأمهات كله الأمهات هيحبوا دي، والزوجات هيمسكوا عنق الشوق باب وردة على طول. طيب ملناش دعوة، احنا بنقول تاريخ، انا لا مع ولا ضد، انا بسرد وما تسألنيش انا رأيي ايه اهو، عشان ما انا عارف انك هتسألني رأيي ايه. فهي المرأة التي تثق بها، هو بيتكلم على الأم ماشي. فبدأت تتضح الملامح بتاعة المشكلة بتاعت عنخ الجونقي، واضح ان هو كان هو يعني مش واثق في الزوج، يعني في مشكلة يمكن الله اعلم بقى في مشكلة، كان خايف ان هي تبدل الثروة بتاعتها، بدل الثروة اي حد غيرك. ما انت مش هو مش بزوجتك بس، حتى ابوك كله هيطلع. بص كله هيبدا يطلع دلوقتي. ماشي واضح ان في ناس شايله مشاكل، مش كده؟ يعني الزوجه والام كان بينهم مشاكل، يعني انت قصدك تقول ان مصر القديمه كان فيها مشكله الحما، او مشكله الحما مع مرات ابن هو المشكله برضو في الضد، يعني ان ممكن الام تبقى عندها مشكله مع مرات ابنها من هنا من ناحيه ومن ناحيه. يعني احنا عندنا رساله تم رصدها تم ترجمتها لواحده بعتل عادلتها في مصر القديمه، بعتلها بتقول لها ايه، ابعث اليك بعض الشعير، حفنه من الشعير، اصنعي لي قرص عايز تاكل. فالرسالة مش ما يعني ما تعمل انت، ما تعمل انت عيش في البيت، ما المصرية يعني شغالة بالراحة يعني وشغالة بالأفران زي الفل يعني معروف. تعرفي بعد كده في النص زوجي لم يترك الحصة اليومية بتاعت الشعير، ما سابش مصروف البيت قبل ما ينزل، حصلت خناقة هو قرر يعاقبها بأنه ما يسيبش
المصروف. فلما كان عندها حبه حفنه قد كده بعتت. هي اكشلي ذكيه قوي الست دي لانها بعت لعدلتها. هي اكشلي هي كانت ممكن بالظبط هي كانت ممكن تعمل القرص وخلصنا. هي بس بتحاول تبعت رساله ايه تقول لها ان ده حصل ان في حاجه حصلت. يعني ان زوجي يقول بتشرح لها بقى المشكله ايه. خلاص زوجي نزل واضح انه نزل زعلان. طيب ان زوجي يقول ان امك يبقى عرفنا ان الام حماته قاعده معاه او هما قاعدين معاه. ان امك لا تفعل شيء في المنزل ان هي ما بتخدمش زي المفروض هو كان طالب ان هي تشارك شويه في البيت. فعرفنا ان في الحاجات دي مره تانية هي مش لذيذه في وقتها لكن برضو بتانسن الحضاره المصريه بتوري لك ان دول كانوا بشر. المشاكل اللي انت بتعاني منها ساعات دلوقتي كانت موجوده من الاف السنين. لا كائنات فضائيه نازله ولا الذين صعدوا من السماء الى السماء ولا الذين هبطوا ولا الذين انيس منصور ولا كل القصه دي مش موجوده. بني ادمين عاديين جدا بينهم مشاكل. عن خشونق يقول تعليم المراه لا ده انت ما عندكش مشكله مع مراتك بس ده انت عندك مشكله ايه مجتمعيه مع الست عامه. فبيقول لك تعليم المراه يعني كل ما بتقول للمراه حوالي الناس عايز يقول ان كل ما بتقول للمراه حاجه ما بت ايه يعني يعني زي كده شوال مثلا مليان حبوب ومفتوح فتلاقي الحبوب بت ايه بتنزل وكأن اللي انت قلته من فوق ايه نزل من تحت. بعدين يعني برضو حتة كده يروح مدي نصيحة للرجل انه يبقى جديد يعني مع مراته يعني. فيقول لك ايه اظهر اذا اظهر الرجل الشدة تصبح زوجه هرة في حضوره. يعني ايه لو انت جديد مراتك هتبقى قطة في حضورك. انا نفسي اقول لعنخ الشنقي ده في قطط يا ابني ده في قطط القطة. طيب اعطي المرأة المدبرة 100 قطعة فضية واتفقنا ان الفضة كانت اغلى من الذهب. فمائة قطعة فضية دي واحد بيقول لك ادي للمرأة 1,000,000 جنيه بمبالغة كده يعني كويس. اعطي المرأة المدبرة 100 قطعة فضية ولا تقبل 200 من سفيها. طب هنا الجملة دي تتفهم حاجة تانية تتفهم هو بيه بيثق فيه ايه. يعني هو الراجل بيقول لك ايه اعطي المرأة فلوس ما كانش في فلوس بقى يا قطعة فضية وما تديش 200 لسفيه. طب انت كده ما انت بتثق فيها اهو. فبرضو ايه يظهر ان ايه هنا فيه شوية هنا وشوية هنا يعني مكافأة ليها يعني انت فهمتيها كده. هو الحقيقه يعني الشقفات اللي اتوجدت لعنخ الشنقي كلها بتاعته ما حدش تاني كان في السجن معاه لان هو كتب ده لان هو كان في السجن. قصه بقى انا مش عايز اخش لك في تفاصيل عشان خلاص الوقت يعني كالعاده لكن هو كان عارف ان في مؤامره على روح الملك وما بلغش. فلما اتقبض على المؤامرة قالوا له انت ما بلغتش ليه فعشان كده دخل السجن. فلما دخل السجن قالوا له عايز ايه قالوا له عايز ايه عارف انت نظام عايز ايه قبل ما تخش يا انور وجدي. فقال له عايز ورق وقلم عايز اكتب بوصة اكتب بيها وحبر ومداد وبتاع. قال له لا ممنوع. فبدأ يعمل ايه القارورات والاواني الفخارية اللي كان بيتحط فيها العنب عصير العنب وكان بتخش له مع الاكل في السجن كان يسيبها ويكسرها ويسيب العنب يبقى تقيل ويستخدمه كحبر عصير العنب. فعاشت الشقفات دي بالحكم الجميلة بتاعته او الحكم الجيلية ايه اللي انا قلتها لكم دلوقتي. المرأة السيئة لن تجد لها زوجا طبعا او لا بعض الأحيان. إذا كان قلب المرأة مثل قلب زوجها لن يتشاجر. أنت تقول إيه ما تيجي تنقي واحدة يا ابني نقيها إيه يعني على نفس يعني على نفس مثلا يعني.
في بردية ليدن عند واحد تاني 100 سنة قبل الميلاد بيقول لك إذا كانت المرأة جميلة. طيب أكمل أنت الجملة دي. شوف هو المصري القديم قال جملة ده مش عنخ الشنك بقى. لو أنا جيت قلت لك إذا كانت المرأة جميلة كمل الجملة دي إزاي؟ علي صوتك. آه بيقول احذر. آه أنت اللي بتقولي له آه. قلت إيه؟ احذر منها. لا انا لسه باخد الكلام محمد. اذا كانت المراه جميله خبيها شناوي خبيها اخفيها يعني آه. ده متضمنه ان انت تتجوزها الاول لحسن ده يبقى اختطاف ده تخش السجن. طيب استاذ شناوي عندك فكره تكمل الجمله دي معانا؟ والله احاول افكر في حاجه كويسه. لا ما هو انت ممكن تقول كمان ما هو اذا كان عنخ الشنق لبخ يبقى انت يبقى احنا نلبخ احنا كمان. اه ده عنخ الشنق بيلبخ. لن تكون سعيدا. لن تكون سعيدا. واو ايه الكلام ده؟ ايه يا روان رايك في الموضوع ده؟ ها الخبره ولا انت بوم وعصافير بس؟ بس على البوم. ربنا يبارك لك. طيب حد هيحب يضيف حاجة؟ إذا كانت المرأة جميلة نشوف كده أنتوا كلامكم جه مع المصري القديم ولا احذر غضبها. احذر غضبها. المرأة الجميلة لما بتغضب بتبقى غضبها جامد. اوكي المصري القديم هو ايه بقى يمثلها جاي لك بس استنى لسه في ناس بتضيف يعني لسه في ناس بتضيف. اللي خلى المصري القديم يمثلها ببسطت في الفرحة وبسخمت في الغضب. طيب إن سخمت أنثى الأسد عندما كانت تغضب اه يعني كان من ضمن القاب العائله القططيه في مصر القديمه يقول لك هي التي تخربش. ان القطه كان لقبها من القابها في المعبودات هي التي تخربش. فهي في معبود ناعم وجميل وطيب وسهل ويحمي والمعبوده الثانيه تخربش. فهو هنا قسم الهره او القطه في الايه في الطقس الديني بتاعه الى حاجه كويسه ومستويين ومستوى تاني عندما تغضب تخربش. وعلى فكره هي اصل الخربشه حاجه مش لازم تبقى سلبيه طول الوقت. ما هو انت هتحتاج مراتك يوم الايام تخربش رخر. افرد انت في الشغل حصل حاجه في البيت حد دخل حرام اي حاجه فانت هتحتاج برضه انها تبقى قويه برضه. طيب ولا تاخذ النميمه فتنظر لغيرك يعني خد الوصف. تمام طبعا بروفايد احنا لازم نتضمن هنا جمله مهمه جدا ان الجمال والقبح ده شيء يعني ما ده نسبي جدا يعني اه يعني اصلا هل هناك قبح يعني اه ده فلسفه تانية يعني. ايوه هذه الكلمة العجيبة اللي أنا عمري ما فهمت جمال جمال الروح دي. يعني أنا قاعد أبص في مارلين مونرو أقول جمالها روح جرب الروح قاعد أبص عليها ما عندهاش روح أصلا. أه مش كده؟ مش كده؟ وفي واحدة تلاقيها نص نص كده بس حلوة ولذيذة. هو على ممكن أنا وأنت نكمل كلام بعد ما يمشوا لو تحب. أنا شايف الموضوع دخل في حاجات حلوة يعني. بلا تاريخ بلا يا عم حضر. طيب ننهي بأن هو قال فعلا كده إذا كانت المرأة جميلة لابد أن تظهر لها الترفع. لابد أن تظهر لها الإيه؟ الترفع. يعني ما تشوفش جمالها كده فاتي روح يعني. أنا ما كنتش عايز أقولها بس أنت قلتيها خلاص تدلق يعني. تشوف مرأة جميلة ما تجريش كده وتقع على إيه؟ على جدور رقبتك. احنا عندنا حكايه ان انت لما تيجي تخش البيت لازم تستاذن صح؟ ما تخشش حته غير ما تستاذن. تلاقي اتنين بيكلموا مع بعض ما تخشش عليهم على طول لغايه لما تستاذن. نظام انا اشتغلت مع الانجليز سنين طويله جدا. انت قاعد بتكلم حد لو قعدت تكلم ساعه وهو واقف جنبك كده عايز يسالك بلا تأفف صبر مش عايز اقول لك مستني لغايه لما تخلص معاه. لما يخلص معاك يتأسف لك الأول وبعدين يخش معاك في الموضوع. هذه الاحترام هذه الاتيكيت بتاع الناس مع بعضيه. أنا في أكسفورد ستريت ده أكتر شارع في لندن
زحمة لأن هو بتاع الشوبينج. كل مخلوقات وأجناس دي هتلاقيها في شارع أكسفورد ستريت. كويس؟ فواقف بعمل حاجة الإنجليز بيسموها ويندو شوبينج. ويندو شوبينج أنت بتنزلي ساعات مش عايزة تشتري أو مش في دماغ لما تلاقي حاجة تحفة تشتري، فبتقفي على الفاترينة تتفرجي من بر، فده اسمه ويندو شوبينج. فأنت واقفة في الشارع، فواحد إنجليزي غلط غلطة عمره من وجهة نظره وعدى قدامي. يا خبر أبيض، الراجل كمان شوية يعني هيمسك كرباج ويضرب ظهره بعد ما يدهن ظهره زيت ويجيب كلاب بوليسية تنهشه. I'm sorry، الراجل ما عرفنيش، هو بيتأسف لك لأنه قطع عليك النظرة اللي انت نازل بتبصها في الفاترينة بتاعت الشوبينج اللي انت مش هتشتري واخد بقى او هتشتري. حتى فكر كده وقتها قلت ياه، شارع قصر النيل في وسط البلد عندنا. فيقول لك يديك يغزك، انا عايز اخش المحل الاول خد. طيب لا، فالمصري القديم يقول لك لا تدخل منزل غريب قبل ان يدعوك الى الدخول ويستقبلك، واذا ما دخلت منزله لا تطل النظر اكثر من اللازم، تقعدش تخش البيت تبص اكثر من اللازم، ولا تثرثر بعد ذلك، تقعدش تثرثر بعد كده وتتكلم في الخارج حول هذا الموضوع مع شخص اخر. انت دخلت البيت وبصيت وشفت حاجه في البيت وطلعت ثرثرت في الكلام ده مع شخص اخر بره، اوعك تعمل كده. اللي تأصل صحيح، احنا لازم نقع مع بعض بعد ما يمشوا. قد ينطوي الامر على جريمة شنعاء لو عمل القصة دي، لو وصل ذلك الى الاسماع، ممكن تطلع خبر من البيت يوصل للاسماع برا تعمل جريمة. هي كده عشان والبيت غريب اصلا عليك كمان انت، يعني لم ده الراجل بيقولك لما يبقى بيت غريب ويقولك خش. لا تأكل خبزا بينما يقف غيرك هنا دون أن يمد يده هو الآخر إلى هذا الخبر نفسه، إلى هذا الخبز نفسه. أنت بتاكل عيش، في واحد واقف جنبيك، ما يمدش إيدك بقى، ما يمدش إيده. ده أنت بتتكلم على حالة اجتماعية إيه يعني؟ لا تكن شرها في ملء بطنك دون ان تضع في الاعتبارات احتياجات من هو في مثل وضعك. ما تقعدش تاكل وانت عارف ان في حد فقير مش لاقي، جائع مش لاقي الاكل. لا تجلس عندما يكون غيرك واقفا، اللي احنا قلنا عليها، غيرك الاكبر منك سنا. تحاشى المرأة الاجنبية، رجع للستات تاني اهو، تحاشى المرأة الاجنبية. خد بالك الاجنبية هنا مش الاجنبية اللي جاية من اسيا ولا اللي جاية من اوروبا، كانش لسه في اوروبا ياميها يعني، خد بالك المره الاجنبيه انت مش عارف، انت مش معروفه دي ايه، دي جايه من قريه تانيه دي ولا جايه من اقليم تاني دي ولا مين دي بالظبط، مش مراته يعني، غير المعروفه فيه. هو شرحها لك الراجل، مش سايب لك حاجه المصري القديم من غير شرح. تحاشى المراه الاجنبيه غير المعروفه في مدينتها. ده انت لو انت عايز تسال على اصلها انت مش عارف اصلها ايه، تخيل. لا تنظر اليها، تقعدش تبصبص عندما تمر مجرد نظرة. لما تيجي تمر بيك الست الأجنبية دي ما تنظر لهاش مجرد نظرة. أخبار أبو عيون جريئة إيه. طيب هننتهي هنا، طبعا في حاجات كتيرة كالعادة، ولكن النهاردة كنا بنتكلم على سبب التفرد. ولو لاحظتوا ان اغلب المحاضرة النهاردة كانت بتتكلم على البشر العاديين من المجتمع المصري، ولا نتكلم فقط عن ملك او ملكة بعينها، وده المهم اللي احنا نذكره. عندنا اي عندنا 5 minutes بالظبط لاي اسئلة لو تحبوا عشان نسيب القاعة. اتفضل يا فندم. اتفضل. تمام. ولذلك قدس المصريين مصر بتقضي على الفئران بطريقه جميله، بس
حضرتك لما لما البومة هجمت العصافير اللي عند سيادتك كان الصبح ولا بالليل؟ بالليل والدنيا ظلام. علشان احنا عشان احنا شفنا افلام تسجيليه البومه بتطير في النهار يعني. طيب حد عنده اسئله او تعليقات اخرى؟ انا هستأذن حضرتك بس. اتفضل يا استاذ. انا يعني هو يسعدني بمناسبه المحاضره الجميله اللي استمتعنا بيها ديت نهدى حضرتك المجله بتاعتنا. الله ربنا يبارك لك. هي والبتاع ديت كذكرى لحضرتك. حبيب قلبي. شكرا لحضرتك. ربنا يبارك لك يا فندم. خلاص الله يخليك. تسلم. والله يعني بشكر حضرتك طبعا. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. والله شكرا جزيلا وان شاء الله ربنا يبارك لنا ونقدر نوصل ان شاء الله الصوت. ربنا يكرمك. ميرسي يا استاذ. ربنا يبارك لك استاذ شناوي. طيب حد عنده اي اسئله اخرى؟ بالمناسبه كان في اهتمام معين كده بموضوع الكتب وعناوين الكتب وكده. فوجئت برضو بعبقرية تانية النهاردة. محمد عمل حاجة عجيبة جدا للي عايز بعد المحاضرة يتفاعل معاه. لقيته مجمع لي في ورقتين ثلاثة كل عناوين كتب اللي عدتها في حياتي. طلعوا كام؟ 53 كتاب. طلعوا 53 كتاب فعلا؟ واو. على العموم العناوين دي موجودة كلها من كتب صغيرة وكبيرة. انجليزي وعربي ولا العربي بس؟ العربي بس. العربي بس كمان. طيب ده في انجليش كمان. طيب هو على العموم العناوين كلها معاه لو تحبوا تصورها بالموبايل او ممكن الدكتوره تصورها منك بالموبايل عشان ننزلها على النت ان شاء الله. شكرا يا محمد. ميرسي يا حبيبي على مجهودك الكبير. بشكر استاذ شناوي على في حد كان عنده اتفضل. اتفضل يا محمد. ميرسي يا حبيبي. عايز اعرف الانهيار الاسعار المصريه والمحليه. طيب سؤال حضرتك سؤال محاضرة وسؤال. لا هو ان شاء الله يعني بس انا هختصرها لك لان السؤال بتاعك ده سؤال اجابته لازم تبقى محاضرة. ما بعرفش انصاف الاجابات يعني عشان تاخد حقك. لكن انا هفهمك سريعا كده في نقاط سريعة اسباب انهيار الحضارة المصرية القديمة. نمرة واحد ما تتخضش من كلمة انهيار الحضارة المصرية. ليه؟ لأن اللي حصل إنها من كتر ما هي كانت قوية وأثرت فعاشت وسط دهاليز. أهي كنت لازم أقول دهاليز وسراديب. دهاليز حضارات جت في مصر أجنبية. يعني مثلا لما جوم البطالمة تمصروا فعاشت جوه الحتة برضو ما راحتش كلها. ده اللي أنا قصدي أقولك. يعني زي ما أنت مثلا عملت بنايات عظيمة في مصر لما كان أيام الغزو البطلمي كان عندك فنار الإسكندرية. هو مش الهرم لكن واحد من عجائب الدنيا السبعة القديمة زي ما اليونان اختاروه وكان مفيد جدا للبشرية جدا. وخد بالك فنار الإسكندرية هي العجيبة الوحيدة. اسمع دي. هي العجيبة الوحيدة المفيدة للبشر من العجائب السبعة. تخيلي. فكر الستة التانيين البشر في العالم ما استفادوش منها قوي. يعني الهرم مين اللي استفاد منه؟ مصري وخوف صح. ضريح هالي كارناسوس. ضريح هالي كارناسوس مين استفاد منه؟ موسولس الحاكم اللي اتدفن فيه هو ومراته. حب الناس وبتاعه ماشي. تمثال زوس تمثال في معبد. الناس كانت بتخش المعبد دول الكهنه والناس بتاعه القصر وكده مش انت يعني حتى مش الناس العاديه. لكن فنار الاسكندريه هو الذي كان يحدد دخول السفن وخروجها. وهتعرف لما تقرا عن البحريه في الازمنه القديمه ان اكتر حالات غرق السفن كانت على مشارف المواني. تخيل. طب انت عواصف عماله تشيل وتهبد فيك في المحيطات تعدي عادي. تيجي تخش المينا انت مش عارف فين الصخر. تك تك تخبط في الصخر تروح غرقان. عشان كده يقول لك ايه اكتشاف سفينه بها ذهب بالقرب من شواطئ. ايه اشمعنى بالقرب من شواطئ؟ فدي ايه مهمه ان انت تعرف نسبة كبيرة كانت بتحصل. فلما انت تخترع حاجة بقى تقول للناس بص خش يمين اهو خش شمال احود بقى تعالى بزاوية كذا يلا عم انت رسيت خلاص. ده كان الفنار. فاصبحت العجيبة الوحيدة اللي احنا بنقول عليها في علم التاريخ العجيبة الوحيدة المفيدة من عجائب الدنيا السبعة القديمة. فدي حالة. فانت ما تتخضش من حتة ان ايه دي حضارة وقعت تماما. هي ما وقعتش تماما لانها عاشت داخل جنبات حضارات تانية اتأثرت بيها. ده نمرة واحد. نمرة اتنين
لو انت سألت السؤال دوت لعشر علماء تاريخ او اثار ممكن جدا يجي لك عشر اجابات مختلفة، لان دي من ضمن الحاجات اللي محدش في التاريخ زمان قالك ايه وانهارت الحضارة المصرية عشان كده دخل جون في الدقيقة الفلانية لان المدافع الفلاني معرفش يطلع الكرة من المنطقة. لا مش كده، لها اسباب اخرى، فدي مهمة انك تعرف. اتنين تلاتة، طب انت بقى يا بسام احنا معاك اهو وانت راجل قارئ للتاريخ متواضع، قول لنا بقى رأيك ايه اللي حصل. انا هقولك ايه اللي حصل من وجهة نظر في جملة برضو. حريق مكتبة الاسكندرية سنة 48 قبل الميلاد في معركة الاسكندرية، في معركة اسمها معركة الاسكندرية اتحرقت فيها في وقتها المكتبة. تقولي مكتبة توقع حضارة؟ هقول لك كان فيها 700,000 لفافة، كل لفافة تساوي من 7 لـ8 مجلدات من بتوعك دلوقتي. اضرب اضرب 8 مجلدات في 700,000 يطلع لك كم العلم اللي في علوم مختلفة راحوا انتهوا ما لهمش اثر. اهو كده بقى الكلام. فطبعا اللي انت فاهمهم مين طلع قال لك عمرو بن العاص حرق المكتبة، وتم اتهام هذا الرجل الرائع الرائع الرائع. عايز تعرف الاتهامات اللي اتهموها ليه؟ اقرأ يوحنا النقيوسي المصري القبطي المسيحي، الرجل الذي كتب تاريخ مصر وهو يعيش في وقت دخول عمرو بن العاص. ويوحنا النقيوسي بيكتب بيقول، انا عندي يوحنا النقيوسي ده اللي عايز يعني، بيقول بيقول كذا طخ ما بيلمش يعني القصة. فعندما يوحنا النقيوسي يقول لك خش عندي كده، انا عامل كده كوت من يوحنا النقيوسي كده بنزله عندي في الفيسبوك، لم يلمس شيء من الكنيسة ولم يهد ولم يقود. يوحنا النقيوسي من الناس المؤرخين اللي لما بيتكلم بيتكلم وبيقول وما بيخافش. حلو كده. فهتلاقيه بيتكلم على عمرو بن العاص ازاي، اقرا ازاي ان عمرو بن العاص عامله. واحد اتنين، عمرو بن العاص لما دخل كانت 600 ميلاديا، ما كانش في مكتبه كبيره ولا حاجه في الاسكندريه وقتها. ادي نمره 3، نمره 4، الرجل الذي كان يرأس كنيسه مصر اللي كلكم تعرفوه اللي هو البطريرك اللي هو دلوقتي يساوي البابا يعني كويس، اسمه كان اسمه بنيامين، وكان بنيامين هارب في الجنوب في المنفى الاختياري لمدة 10 سنوات ثم 3 سنوات، ده مؤرخ الكلام يعني 13 سنة قاعد في الجنوب في الجبل لأن الرومان والبيزنط عايزينه، رغم تحول الامبراطورية إلى المسيحية، لكن كان برضو مضطهدين مسيحي مصر علشان كان في اختلاف في وجهات النظر في طبيعة المسيح وحاجات بالمنظر ده عليه السلام. فعندما دخل عمرو بن العاص وتخلص من الأعداء، وبالمناسبة خد المفاجأة دي ما بتتكتبش كتير، داخل جيش المسلمين كان في مسيحي مصر مشتركين، ودي ما بتذكرش كتير، موثق الكلام اللي أنا بقوله. حلو الكلام. خد بالك بقى اللي جاي، فيؤتى الى عمرو بن العاص فيقول له رئيس الكنيسة كذا، قال له فليأتي وفليرجع وفليتبوأ مكانه على كرسي الكنيسة المصرية ويقوم بالسوبرفيجن والاشراف على كل الكنائس. ايه ما سيدنا عمر بن الخطاب في العهدة العمرية فاكر لما دخل القدس كان سفرانوس قال له ايه، مين اللي كان ماسك القدس وقد مين اللي كان معه مفتاح القدس؟ كان سفرانوس قال له بطريقة بتاع كنيسة القيامة، انا دخلت كنيسة القيامة في القدس وانا ضد التطبيع وضد الصينة زي ما انتوا كلكم عارفين.
تطلع من كنيسة القيامة تمشي خطوتين ثلاثة كده قريب تلاقي في جامع اسمه جامع عمر، وقالوا لنا ان جامع عمر ده هو ده المكان اللي صلى فيه لما القصة الشهيرة بتاعت الأذان، وقال له طب ما تصلي هنا وهو بيزور الكنيسة، قال له لا لحسن يأتي ناس من بعدي يقول عمر صلى هنا فتتحول الكنائس والأديرة كلها إلى إيه؟ إلى جوامع ومساجد. إيه النظرة دي؟ إيه النظرة المستقبلية دي جات على باله إزاي؟ ولا كانت هتيجي على بال. لكن فتقرأ بقى العهدة العمرية نحتينها على رخام، أنا متصور قدامها، خش عندي على الفيسبوك هتلاقيني كده ومنحوتة حديثا يعني، ومنحوتة ورايا كده عند جامع عمر ده بقى اللي هو قريب من كنيسة القيامة في القدس. ولما جه نادى على أهالي القدس، وقتها ما كانش اسمها القدس كان اسمها إلياء، لأن الناس الرومان القتلة كانوا مسمينها على اسم الإمبراطور، فرح قال كده إلى أهالي إلياء، ما غيرش اسمها، منتصر يعني أسميها مدينة عمر لو عايز، منتصر. الإسكندر الثالث المقدوني الملقب بالإسكندر الأكبر الآن، لما حصانه مات، حصانه لما مات بوسيفولوس أو بكوفيلوس كان اسمه كده الثور الأسود، كان مسمي الحصان بتاعه كان حصان قوي، قعد معاه حوالي 18 ل 20 سنة، فلما مات متأثرا بجراحة في أحد المعارك في حتة اسمها إقليم البنجاب في آسيا، عمل له مدينة باسم وصام حزنا على الحصان. يعني لو كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان قال له سفرانوس غير اسم مدينة، وفي العهد العمرية اللي هعملها مع الناس بتاعت المدينة دي هقول إنها مدينة عمر، مش حد راح يكلمه، صح ولا مش صح؟ لكنه أبى أن يفعل هذا، وقال إلى أهالي إلياء تعالى بقى بأمنكم على إيه؟ صلبانكم وكنائسكم، وتقرأ بقى حتة تشريع، إهدى وبرضو اقرأ برضو شوف على مدار كده تحرير القدس على التاريخ كده، شوف اليهود إزاي. صلاح الدين الأيوبي كان أول من أول حاجات اللي عملها لما دخل القدس عملي، قيل حتى أنه بدأنه كده قاعد يغسل في المسجد الأقصى، والقرار بتاعه انزلوا في شوارع القدس، جنود مسلمين يقفوا في شوارع القدس كده، ده يدبنات رايحين جايين بيعملوا ايه يا صلاح الدين؟ نعمل ايه يا عم يوسف؟ ما هو اسمه يوسف، نعمل ايه يا عم يوسف؟ قال لك ما فيش واحد مسيحي يتضر، فيش واحد مسيحي يتضر، الجيش المسلم داخل يحافظ على المسيحيين جوه القدس، ودول كانوا بيقطعوا في دول، ودول دم، ودول ضرب، ودول بتاع. فتقرا في التاريخ فتعرف ان الحضارات الراقية في حريق مكتبة الاسكندرية العلم راح. الان وانت تتكلم على 2019 اللي ما بيعرفش يغلبك بالسلاح لانه اخذ على افاف 73 ومش عارف يفوق من الضربة من ساعتها ومرعوب منك من ساعتها، يحاربك ازاي بقى يا جميل؟ يحاربك ثقافيا. وبما ان المكتبة اتحرقت على يد الرومان اللي كانوا موجودين في الإسكندرية في حرب الإسكندرية بقيادة يوليوس قيصر، وبالمناسبة ده الوقت اللي كانت كليوباترا فيه، كليوباترا السبعة اللي انت عارفها، عشان كده الكلام بيقول ايه؟ لما ماركس أنتونيوس حب كليوباترا بعد ما يوليوس قيصر اتقتل جاب لها هدية ايه؟ آلاف الكتب تعمل بها مكتب، بدل ايه؟ قال يعني ما معناها ايه؟ احنا الرومان يعني، فاحنا فسرناها كده ان هو حاسس بعودة الذنب ان الرومان حرقوا لها المكتبه بتاعت الاسكندريه، فراح جاب لها الاف المخطوطات علشان تعوض يعني. فانا رايي ان حرق الثقافه لبلد دي من ضمن اكبر اسباب انهيارها، وخصوصا لما تبقى الثقافه اللي بتتحرق دي هي الاصل. تعرف ان ايام البطالمه كان في كتاب حاجه اسمها كتاب مركب، كان في حاجه ختم اسمه ختم كده، كتاب سفينه طن. ايه كتاب سفينه؟ كل مركب تخش المينا تسلم كل الكتب اللي عليها، دكتاتور كده، كل مركب تخش ميناء الاسكندرية تسلم الكتب اللي عندها، هناخدها نستنسخها احنا بقى، هناخدها ونرجع لك النسخة، هناخدها ونرجع لك الاصل، ابطل البطلامي بقى الحاكم بقى والناس اللي بالمنظر. وكان امين مكتبة الاسكندرية ريبورتس للحاكم، متخيلة؟ امين مكتبة كان يقعد مع الحاكم، كان يقول للحاكم اخبارنا ايه في البلد وفي الثقافة. طح لا يا فندم، لا يا فندم، مين قال؟ صح، انت عندك حق، لا يوجد اشياء كثيره لسه، يا خبر ابيض لسه. النهارده الصبح كده
الاستاذه المذيعه بتقول لي كذا، بقول لها ما زلنا بنحبو على اول درج. شوفي كل ده، كل ده انت فاجئتني بالرقم ده يا، وما زلت انا بقول لك انا شعوري بان انا لسه على اول درج تحت. انا حتى مستثقل على نفسي كلمه لقب مؤرخ اللي بتتقال دي، اللي انا قلت انا بعد بقى الموسوعه، ما كتبت موسوعه بقيت مؤرخ بقى ومش عارفين وبتاع، بقيت بستثقلها اليومين دول كتير قوي، واحنا لسه على اول سلمه. بس كنت انا بقول للاستاذه جايبه كتاب الاخير بتاعي بتاع توت عنخ ايمن، مشكوره عايزاني امضي لها اوتوجراف عليه، بقول لك توت عنخ ايمن اللي انتم يعني لو كل اثر اتكتب عليه صفحه هتعمل كتاب 5398 قطعه، ب 5398 صفحه. لما جيت اكتب كتاب قد كده عليه، كتاب صغنن قد كده، وجدت صعوبه غير طبيعيه، لان ما عندناش ده، احنا لغايه دلوقتي مش عارفين مات ازاي. لغايه دلوقتي كل شويه تطلع حكايه مات ازاي دي، نتخانق مع بعض خناقات يا اخي، خشي موتي على نفسك من الضحك، موتي على نفسك من الضحك، بعيد عنك يعني. شوفي انا عمال اقول ايه اتقتل، والتاني يقول لك بلطه، والتالت يقول لك ايه اتضرب، انا بقول اتضرب هنا ببلطه في وشه، والتاني يقول لك وقع من فوق عجله حربيه، والتالت بيقول لك اتخلط فوق دماغه بفاس، والتالت يقول لك اصل كان عنده ملاريا، واللي يقول لك كان عنده مشكله في رجله، واللي يقول لك عنده فلات فوت، فلات فوت تموت. ده احنا لو كل فلات فوت عنده واحد فوت مات، البلد كلها كانت هتعيش في الشارع. أنا بشكركم شكرا جزيلا.